شباب اولى ثانوي ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور كرولوس يسري، بيولوجي تيتشر. النهارده باذن ربنا هنعمل مراجعه حل وورشه حل كده، هنظبط بيها الدروس مع بعض. هنبدا بالدرس الاولاني. تعالى يا باشا بقى، بيقول لك في اول سؤال بيقول لك ايه؟ الشكل المقابل يوضح خليه حيه، ما دور التركيب اكس عند مرور الماء خلاله في الاتجاه المشار اليه بالشكل. بص يا باشا، هو عايز دور اكس، حلو، وعايز دور مين؟ عايز دور اكس. طالما المية داخله لجوه يبقى كده اكس ده بيساعد في ايه؟ بيساعد في مرور المواد الغذائيه. قلت لك لو فاكر، ادي الخليه، في مية داخله الخليه، في مية خارجه من الخليه. المية وهي داخله شايله معاها اكسجين وغذاء، المية وهي خارجه شايله معاها ثاني اكسيد كربون وفضلات. دي مية ايه؟ دي يا باشا ميه داخله، اتجاه حركه الميه داخل، فيبقى شايل معاها مين؟ الغذاء والاكسجين. يبقى الغذاء او الاكسجين اي واحده منهم هتبقى صح، فالاجابه بتاعتك هتبقى ب. السؤال اللي بعده، اي الخصائص التاليه تجعل الماء وسطا مناسبا لاتمام العديد من التفاعلات الكيميائيه؟ هل بسبب تعدد حالاته الفيزيائيه؟ لا، ده مش مخلياه وسط لاتمام العديد من التفاعلات الكيميائيه. اللي مخليه مناسب لاتمام التفاعلات الكيميائيه انه يقدر يدوب الكثير من المواد. طيب هل شفافيته؟ لا يا ريس. هل قدرته على اذابه مواد اخرى؟ صح. هل ارتفاع درجه غليانه؟ برضه لا. يبقى الاجابه الصح بتاعتك هتبقى ب. السؤال اللي بعده، اي مما يلي ليس من خصائص الماء التي تدعم الحياه؟ عايز جمله غلط. ليس من خصائص الماء التي تدعم الحياه، قدرته على اذابه العديد من المركبات الكيميائيه. طبعا دي حاجه بتدعم الحياه، خصوصا كمان ان هو بيدوب السكر والملح وهكذا وكتير جدا من المواد، فطبعا دي جمله صح. طيب قدرته على المرور عبر اغشيه الخلايا؟ يا اولاد اصلا الماء ده مهم جدا وضروري لحياه الكائنات الحيه، قدرته على المرور من خلال الاغشيه ده السبب الاساسي في ان الكائنات حيه اصلا، فالجمله دي صح. قدرته على التحول من صوره لاخرى؟ طبعا، لان الميه ممكن تبقى سائله او غازيه او بخاريه، كل ده بيساهم في تكوين الحياه، عمليه التبخر والنتح والزفير وكل الكلام ده، وتكوين الانهار، كل ده بيساهم في ان الحياه تبقى ايه؟ موجوده، فدي جمله صحيحه. الروابط التساهميه بين ذرات عناصره دي ملهاش علاقه خالص، او ملهاش علاقه خالص ان هي بتدعم الايه؟ الحياه، فالجمله الغلط بتاعتنا هتبقى دال اللي هي الاجابه الصح يعني. خش يا باشا على السؤال اللي بعده، بيقول لك ايه؟ ما حالات الماده التي يتواجد عليها الماء في اغلفه كوكب الارض؟ كوكب الارض حاله الماده اللي موجوده في كوكب الارض ممكن يبقى صلب، ممكن يبقى سائل، وممكن يبقى غاز. يبقى الصلبه صح، السائله صح، الغازيه صح. يبقى الاجابه بتاعتك هتبقى ب، مفيش اي مشكله. طيب ما النسبة التي تمثلها البحار والمحيطات والبحيرات المالحة؟ انت عارف ان البحيرات المالحة تمثل 97% من كوكب الارض. البحيرات المالحة تمثل قد ايه؟ 97% من كوكب الارض. يبقى الاجابة بتاعتك 97%. طب يا دكتور ايه 30% دي؟ دي كانت اليابس. وايه 3% دي؟ 3% دي الماء العذب، والماء العذب ده كان 2%، 1%، 1% في صورة الانهار، وال 2% دول في صورة الغلاف الجليدي. السؤال اللي بعده، اي الاشكال التاليه البيانيه التاليه يمثل توزيع المياه بصوره تقريبيه في الغلاف المائي لكوكب الارض؟ طبعا انت لسه قايل لي 97% ميه مالحه. المفروض كان يديك الرسومات، يعني هي في غلطه، بس المفروض ان يقول لك ان ده يمثل الماء المالح. هو اصلا ده مش طيب، حلو خالص، ده ما فيش ولا واحده 97% اصلا. طيب يبقى اكيد دي الصوره الصح، لان ده يمثل مين؟ اللي مقرب من سبعه، اللي مقرب من 100% ده اللي هو 97%، ده يمثل الماء المالح. تمام، طيب عادي كده ما يدكش طالما بقيت الرسومات غلط خالص يعني. طيب ده هيبقى يمثل مين لو انت شاطر؟ وده يمثل مين؟ الاثنين ده واضح ان ده هيبقى اقل من ده، يبقى واضح ان ده ضعف ده، فده هيبقى ال 2% ده اللي هيبقى يمثل الغلاف الجليدي، وده هيبقى يمثل ال 1% اللي هو الانهار. فالاجابه الصح بتاعتك هتبقى مين؟ هتبقى د يا ريس. يبقى الاجابه الصح هتبقى مين؟ د. خش يا باشا على السؤال اللي بعده، بيقول لك ايه؟ المسطحات المائيه في مصر تتمثل في ايه؟ سؤال بارد وسؤال غلس، مش سؤال مش محله يعني. ماشي، تمثل في انهار، كلام محترم. محيطات مصر ما فيهاش محيطات، ماشي. تتمثل في نهر، تمام. تتمثل في بحيرات، تمام. تتمثل في بحار، تمام. دي بحار مش بخار، فدي جمله صح. تمثل في بحيرات، تمام. تتمثل في مياه جوفيه، لا، لان هو بيقول لك المسطحات المائيه. يرحمكم الله مستر. تمام، تمثل في نهر، تمام.
بحار قلنا تمام، قلنا مياه جوفية برضو غلط، يبقى الإجابة الصح بتاعتك نهر وبحيرات وبحار، تبقى الإجابة ب. أي العبارات التالية لا تنطبق على دور الماء في الطبيعة؟ هو عايز جملة لا تنطبق، جملة غلط. طيب هل تشمل حركة الماء خلال عديد من المسارات؟ اه طبعا، انت في مسارات كتير جدا للماء، لو فاكر الدورة بتاعت الماء، التبخر والشمس غابت، وده احنا عاملين عليها فيلم، ده منزل لك بيها بإفهات في البتاع. ماشي، يبقى صح، دي تشمل حركة الماء خلال عديد من المسارات. طيب الكائنات الحية لها دور في استمراريتها؟ طبعا، لان الكائنات الحية زي حضرتك بتعمل التنفس، وزي النباتات بتعمل عملية النتح، فكل ده بيساعد انها تستمر. تحافظ على ثبات سطح الارض، هي دور الماء في الطبيعة بيحافظ على ثبات سطح الارض؟ لا، ملوش علاقة بسطح الارض خالص، بس على ثبات سطح الارض. تشكل نظام مغلق تقريبا، ايوه الدورة دي دورة مغلقة مش دورة مفتوحة، لو فاكر دي كانت دورة مغلقة، فالاجابة الصح بتاعتك هتبقى جيم. السؤال اللي بعده، ركز كده معايا مستر فادي، خليك رويح وانسان جميل. بيقول لك ايه؟ اي العمليات التالية تساهم بالنسبة الاكبر في تكوين السحب؟ مين يساهم في تكوين السحب؟ تبخر الماء من المسطحات المائية، ماشي، بيساهم في تكوين السحب. التنفس في الحيوان، الزفير بيساهم في تكوين السحب. النتح في النبات يساهم في تكوين السحب. التنفس في النبات كلهم بيساهموا في تكوين السحب، لكن هو عايز اكبر حاجة. مين اكبر حاجة؟ عمليات التبخر. لو فاكر يا اولاد التبخر ده بيحصل في بحار ومحيطات والانهار، فعملية التبخر بتساهم في اكبر حاجة جدا في المية المتبخرة. طيب يبقى اكبر حاجة مين؟ تبخر الماء من المسطحات المائية، يبقى الاجابة الاصح بتاعتك هتبقى ألف. تعرف دورة الماء في الطبيعة باسم الدورة الهيدرولوجية؟ أنا مش ناقص غباوة، قلت لك كلمة هيدرولوجي، أولوجي معناها علم، وهيدرو يعني حاجة ليها علاقة بالمية، فكلمة هيدرولوجية يعني دراسة دور الماء في الطبيعة. كلام محترم. كيف يعود الماء من اليابسة إلى المحيطات؟ بص السؤال الخداع، سؤال لولبي، يقول لك كيف يعود الماء من اليابسة للمحيط؟ يعني هو كان على اليابس إزاي نزل المحيط؟ ده يا باشا بنسميه سريان الماء. الانهار لو انت فاكر كنت بقول لك اول ما المطره تنزل على الجليد اللي موجود على الجبل، الجبل يقوم نازل عامل انهار، فالانهار تمشي سريان الماء، فسريان الماء ده بنسميه الايه؟ الجريان. خلاص عشان ما ترجعش تتلخبط. طيب ركز، هو بيعايز ترجع منين لفين؟ يعني لو قال لك مثلا كيف يعود الماء من الغلاف الجوي للارض، ده صوره الايه؟ التكثف والامطار، هتختار ساعتها التكثف. طيب كيف ينتقل من البحار والمحيطات الى الغلاف الجوي؟ ساعتها كنا هنختار التبخر، فاهم قصدي؟ فلو سمحت ركز، هو بيقول لك ما بين فين لفين. طيب السؤال اللي بعده، مقدار الزاويه بين الرابطتين في جزيء الماء. لو انت فاكر جزيء الماء، هنا اكسجين، هنا هيدروجين، هنا هيدروجين، انا مين؟ اكسجين ماسك هنا، مين؟ هيدروجين ماسك مين؟ هيدروجين. طيب ضربت على فوق خدت منه الكترون، جدع، ضربت على فوق خدت منه الكترون، كونت روابط تساهميه، مبسوطين. لا دكتور زعلانين، فنفضل نشد 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 نشد، هنعمل زاويه 104.5. يبقى الزاويه بتاعتك هتبقى كام؟ هتبقى 104.5 يا دكتور يا محترم، يبقى الاجابه بتاعتك هتبقى ب. كلام محترم وجميل، عايزك كده ايه صاروخ وانت بتحل. يلا يا باشا، من الشكل المقابل الذي يوضح جزيئين من الماء تتكون رابطه هيدروجينيه وهنا الذرتين. لو انت يا باشا هنا اكسجينه وهنا هيدروجينه وهنا هيدروجينه، الاكسجين عليه شحنه سالبه والهيدروجين عليه شحنه موجبه، هنا اكسجينه هنا هيدروجينه هنا هيدروجينه، الاكسجين عليه شحنه سالبه والهيدروجين عليه شحنه موجبه، مين يشد مين؟ السالب يشد الموجب. السالب يعمل ايه؟ يشد الموجب. فالرابطه بتحصل ما بين مين؟ الاكسجين والهيدروجين. تعال بص هنا، الرابطه تحصل ما بين مين؟ الاكسجين والهيدروجين، يا اما ما بين 1 و3 يبقى الاجابه 1 و3، يا اما ما بين 2 و4 دي الرابطة الهيدروجينية، يبقى يا اما ما بين 1 و3 يا اما ما بين 2 و4، معلش انا هكتب كله انجليزي، 1 و3 يا اما 2 و4، يا ساتر يا رب، يبقى يا اما 1 و3 يا اما 2 و4. انا اشوف الاختيارات، مفيش 1 و3 بس عندك 2 و4، يبقى الاجابة الصح بتاعتك مين؟ 2 و4. كلام بسيط سهل جدا، تافه موت، الله عليك، برافو. ارجع كوباية جزيئة ماء الاختلاف، القطبية موجودة بسبب السالبية الكهربية، أصلا قطبية الماء كنا بنكتب بين قوسين السالبية الكهربية، قطبية المية هي السالبية الكهربية، يبقى الإجابة بتاعتك السالبية الكهربية. ده سؤال عبيط جدا، حتى مش هقول باقي الاختيارات، مش هقولها، مش هقول، انسى.
عند تسخين عينه من الماء النقي عند درجه الغليان. انت باشا بتغلي الماء، قلت لك وانت بتغلي الماء اللي بيحصل بتكسر اني رابط، الرابط الهيدروجينيه. يبقى انا وانا بغلي الماء بكسر الرابط الهيدروجينيه، يبقى تساهميه غلط، تساهميه غلط، انا بكسر رابط هيدروجينيه. تمام. طب لما بكسر رابط الهيدروجينيه ايه اللي يحصل؟ جزيء الماء يفك من اخوه، جزيء الماء يفك من اخوه ويحصل لهم تبخر. جزيئات الماء الحق الحقوني يا جدعان نتبخر. يبقى لو سمحت ايه اللي حصل تاني؟ انت بتغلي الميه، فايه اللي حصل؟ جزيئات الماء الرابط الهيدروجيني اللي بينها بيب 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 اتكسرت، فالميه عملت الحقوني يا جدعان اوبا طارت تبخرت. يبقى لو الرابط الهيدروجيني فتتحرر جزيئات الماء في صوره بخار. يبقى الاجابه الصح بتاعتك هتبقى جيم. كلام محترم وجميل. السؤال اللي بعده، قال اشكال بيانيه يوضح العلاقه بين قيمه البي اتش للمحلول وتركيز ايون الهيدروجين. سؤال خبيث، انا متوقع السؤال ده يجي، سؤال خبيث كده. يقول لك كل ما تركيز ايون الهيدروجين يزيد يبقى الوسط حامضي، صح كده يا مستر فادي؟ كل ما تركيز الايون الهيدروجين يزيد يبقى الوسط ايه؟ حامضي. جدع الله ينور. يعني قيمه البي اتش اكبر من 7 ولا اقل من 7؟ تقول له يا دكتور اقل من 7. يعني انت عايز تقول ان كل ما الاتش يزيد تركيز البي اتش يقل، كل ما الاتش يزيد تركيز البي اتش يقل، يبقى اقل من 7. يعني علاقه بينهم علاقه ايه؟ عكسيه. خلاص. انت عارف يا مستر فادي انا ممكن اغير السؤال ده واعمل ايه؟ اعمل كده بالظبط. اي الاشكال البيانيه التاليه يوضح العلاقه بين قيمه البي اتش للمحلول وتركيز ايون الهيدروكسيد الاو اتش السالب. كان الاو اتش السالب يخلي البي اتش بتاع وسط قاعدي فوق 7، فكل ما الاو اتش يزيد يبقى البي اتش ساعتها هيزيد، وكانت العلاقه تبقى طرديه، كنا نختار ساعتها جيم. يعني انت لو دي كانت او اتش كنت تختار مين؟ جيم. شفت الحلاوه؟ شفت الجمال؟ شفت الكريستال؟ الله عليك. خش يا باشا على السؤال اللي بعده. بيقول لك ايه؟ المحلول الذي يكون تركيز ايون الاتش فيه اقل من تركيز ايونات الاو اتش، يبقى لو سمحت الاو اتش كده اكتر من الاتش، كده الاو اتش اكبر من الاتش، يبقى ده يا باشا وسط ايه؟ طالما الاو اتش اكبر من الاتش يبقى وسط قاعدي. حمدي غلط، حمدي غلط، ده وسط ايه؟ وسط قاعدي. طب الوسط القاعدي البي اتش بتاعه اكبر من 7، يبقى اقل من 7 دي غلط، يبقى الاجابه بتاعتك هتبقى د. سؤال جميل. ما الشكل البياني الذي يعبر تعبيرا صحيحا عن العلاقه بين تركيز كل من ايون الاتش وايون الاو اتش؟ عايز علاقه ما بين الايون الاتش وايون الاو اتش، قلت لك العلاقه بينهم علاقه ايه؟ علاقه عكسيه، ما فيش ولا واحده عكسيه ولا ايه؟ اهي د. السؤال اللي بعده، سؤال تافه موت. عند اذابه ملح كربونات البوتاسيوم في كميه مناسبه من الماء المقطر تزداد قيمه البي اتش. طالما البي اتش زاد، البي اتش زاد، البي اتش زاد، البي اتش زاد، يبقى ده وسط قاعدي، وطالما وسط قاعدي يبقى انت عندك الاو اتش اكبر من الاتش، يبقى الاجابه انه الاو اتش اكبر من الاتش. زياده تركيز الاتش لا، نقص. نقص تركيز الاو اتش لا، دي زياده. زياده تركيز الاو اتش اه، الاو اتش اكبر من الاتش صح. ناقص تركيز كل من الاتش والاو اتش لا، هو الاتش بس اللي قل والاو اتش هو اللي ايه زاد. يبقى الاجابه الصح بتاعتك هتبقى ب. خش يا باشا على السؤال اللي بعده. اي مما يلي يؤدي اضافته العينه من الماء البحر الى خفض قيمه البي اتش دائما؟ عايزين حاجه تخفض قيمه البي اتش دائما، ماشي؟ يعني انت عايز من الاخر حاجه تخلي الوسط ايه؟ حامضي. الخفض ده يبقى وسط حامضي. تمام. تعالى يا باشا، انت هتضيف عينه من ماء البحر لحاجه فتخلي الوسط حامضي. طيب انت بيكربونات الصوديوم، فاكر بيكربونات الصوديوم ان ايه؟ HCO3. عايزك تعرف معلومه بتقول ان الصوديوم قوي والكلور قوي. في صوديوم اه قاعدة قوية، في كلور لا، يبقى ده قاعدي. تمام. كلوريد الصوديوم NaCl انت عايز حامضي فده غلط. طيب NaCl عايزك تعرف معلومة بتقول ان الصوديوم قوي والكلور قوي. عايز اعرف معلومة بتقول ان الصوديوم قوي والكلور قوي، يبقى ده صوديوم قوي، كلور قوي، قاعدة قوية، حمض قوي، يبقى ده تفاعل تعادل، يعني ده متعادل، يعني ده وسط متعادل، يبقى الاجابه دي كمان غلط. تمام. طيب المياه الجوفيه كانت يا اما قاعديه يا اما متعادله، وانا مش عايز ولا قاعديه ولا متعادله، يبقى الاجابه الصح بتاعتك بالاستبعاد هتبقى الماء
المقطر. وفعلا ميه البحر لما تضاف اضافه العينه من ماء البحر لخفض قيمه البي اتش، ميه البحر لما تضاف للماء المقطر هتخفض قيمه البي اتش، يبقى الاجابه بتاعتك اللي هتبقى الصح مين؟ كي. السؤال اللي بعده، اي الاشكال التاليه يمثل التوزيع الصحيح لكل من اليابس والماء على سطح الارض؟ انت عارف ان الماء يمثل 70% واليابس 30%، فلو سمحت الاجابات غلط، الاجابات المفروض دي اصح واحده بس المفروض دي كده 25، فالديزاينر بس غلط غلطه بسيطه، المفروض كان يعملها كده بس يعني بص. سلام عليك يا مستر، ولا يهمك يا ديزاينر احنا في ظهرك. مستر فادي قاعد مجلوط مني دلوقتي، انا عارف ان هو انا مش باصص له بس هو قاعد مجلوط. ايه رايك؟ كانت 70 و30 ولا لا؟ 70 و30. شكل مقابل، طبعا احنا هنمسح، خش على السؤال اللي بعده، يبقى الاجابه بتاعتك ده مين؟ داب. خش يا باشا على السؤال ده، يقول لك ايه؟ شكل مقابل وضح الاغلفه المختلفه المكونه لكوكب الارض، ادرسها جيدا ثم استنتج اي الاغلفه الموضحه بالشكل تميز كوكب الارض عن باقي الكواكب المجموعه الشمسيه. حضرتك ان في حياه يبقى اتنين موجود. لا انا مش عايز اللون الاخضر، اكيد احنا كنا بنحل بأني لون احمر. اجري ورايا. يبقى الاجابه ان ده معانا تمام، وان في ميه، يبقى انا عايز اجابه فيها واحد واثنين. انت حضرتك اللي يميز كوكب الارض ان في ميه وان في حياه، واحد واثنين. فين واحد واثنين دي؟ اثنين واحد. ماشي. الحلويات دي ايه؟ الدبانه. في دبانه عماله هتزولنا دي بقى احنا وبنصور. طبعا انت بتتابع معانا معاناه الدبانه دي. الشكل المقابل، الشكل المقابل يعبر عن نسب المساحات التي يغطيها اليابس والماء على سطح الارض، ادرسه جنس بعجب اي مما يعبر عن اي وبي. اي ده نسبه الارض اليابس، بي ده الماء. طب الماء موجود في انهي صور؟ صوره السائله والصلب. كلام محترم. يبقى ايه اليابس؟ دي صح ودي صح، دي غلط دي غلط. وبي الماء بس في الصوره السائله والصلبه، يبقى الاجابه الصح بتاعتك مين؟ جي. ايه السؤال السهل ده؟ السؤال اللي بعده، اي الاشكال البيانيه التاليه يمثل النسبه بين كميه الماء الموجوده في كل من الغلاف الجليدي والمياه العذبه في الانهار والبحيرات والمياه الجوفيه. حضرتك الغلاف الجليدي والمياه العذبه المفروض ان المياه العذبه بنسبه 1% سائل والغلاف الجليدي 2%، يعني انت عايز الاحمر اكبر من الاخضر، الاحمر ضعف الاخضر. الاحمر ضعف الاخضر، المفروض ان هي يبقى في حته حمراء كده زياده عشان يبقى الاحمر ضعف الاخضر. الاجابه الصح بتاعتك مين؟ الف. المفروض كده كده انت عايز بتدور على احمر اكتر من اخضر وخلاص. ما فيش ولا واحدة أحمر أكتر من أخضر غير دي، يبقى الإجابة الصح بتاعتك مين؟ ألف. خش يا باشا على السؤال اللي بعده. بيقول لك إيه؟ الشكل التخطيطي المقابل يمثل تركيب إحدى خلايا الحية، أدرسه جيدا ثم أجب، ما الهدف الأساسي من مرور الماء في الاتجاه اتنين؟ المية وهي داخلة شايلة معاها أكسجين وغذاء، يبقى نقل المغذيات والأكسجين. تمام؟ المية وهي خارجة شايلة معاها الفضلات، يبقى أنا ممكن أجيب نفس السؤال، وباجي لما اتجاه اتنين أكتب اتجاه واحد. اتجاه واحد احنا هدفنا ايه؟ ان احنا نتخلص من مين؟ الفضلات. تمام؟ كلام محترم. السؤال اللي بعده، ما العلاقه بين معدل مرور الماء في الاتجاه 2 ومعدل انتاج جزيئات الطاقه داخل الخليه؟ كل ما ندخل اكسجين اكتر كل ما هنعمل عمليه اكسده اكتر، كل ما هنعمل عمليه هدم اكتر، كل ما نطلع طاقه اكتر، يبقى اكتر 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 اكتر، أكتر. يبقى علاقه ايه يا مستر فادي؟ طرديه. السؤال اللي بعده يا ريس، الشكل المقابل يعبر عن مراحل دور الماء في الطبيعه، ادرسه جيدا ثم استنتج اي المراحل الموضحه على الرسم يحدث خلالها تحول الماء من الحاله السائله الى الحاله الغازيه، يعني مرحله مين؟ التبخر. فين التبخر على الرسم يا مستر فادي؟ انا رقم يمثل تبخر بذمتك مستر فادي نام، انا رقم يمثل تبخر واحد. مستر فادي في اللالا لاند. يلا يا باشا، الاشكال التلاته توضح مراحل حدوث دوره الماء في الطبيعه، تعرف على كل منها ثم اجب. ده يا باشا هنا السحب اهو، دي السحب، دي الانهار، هنا التبخر، هنا التكثف. حلو. اي مما يرسل الترتيب الصحيح لهذه المراحل زمنيا؟ اول حاجه هتحصل في دول مين؟ التبخر اكيد، يبقى انا هبدا بعين، ابدا بعين، انا ما فيش ولا واحده بدا بعين غير ده. ماشي، ابدا بعين. طيب بعد التبخر ايه اللي هيحصل؟ التبخر هيطلع السحب، السحب تتلقاه، يبقى عين بعد عين سين.
فعلا بعد عين سين. تمام، بعد ما السحب تتلقى هتتكثف هتنزل المطر، يبقى بعد سين لام. وبعد لام المطر هتنزل على الجليد تسيحه تعمل ذوبان، فالذوبان ينزل يعمل ايه؟ انهار. وبعد لام هتبقى ايه؟ صوت. يبقى فعلا الاجابه الصح بتاعتك مين؟ د. السؤال اللي بعده، شكل مقابل يوضح مسارات حركه المايه خلال الدوره الهيدروجيه. السؤال ده كنت جايبه لك في واجب اول درس، تقول لك خلال الدوره الهيدروجيه درسها كده، نوع الصخور المتكونه في المنطقه س، هنا بتتكون المايه الجوفيه بتكون حاجه اسمها الصخور الرسوبيه. يبقى دي الصخور الايه؟ الرسوبيه. حته معلومه كده يعني. سباق كهربائي الاكسجين، ايه الجمال ده؟ يا رب يجي بكره ده يا رب. طبعا احنا بنصور الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 4 الفجر ولا 4:30 يا مستر فادي؟ 4:30 الفجر. تمام؟ يمكن الحصول على الماء من تفاعل غازي الهيدروجين والاكسجين تبع للمعادله دي. في ضوء ذلك، كم الحجم اللازم من غاز الاكسجين لتكوين 6 لتر من الماء في ظروف ثابته وضغط ودرجه حراره؟ السؤال ده احنا شرحناه. قلت لك انت تعالى نقرا السؤال بالراحه. يمكن الحصول على الماء من تفاعل غازي الهيدروجين والاكسجين تبع للمعادله. تمام. كم حجم اللازم من غاز الاكسجين؟ يبقى انت هتتعامل مع الاكسجين ده هتشطبه مالكش دعوه بيه. لتكوين 6 لتر من الماء، يبقى انت هتتعامل مع الميه. في كم مول من الاكسجين؟ 1 مول. بيديك كم مول من الميه؟ 2 مول. طيب انت عايز ايه؟ حجم الاكسجين اللي انا مش عارفه. هيديك كم مول من الميه؟ انت قايل 6 لتر. هيديك سوري حجم الميه قد ايه؟ 6 لتر. طيب احلها ازاي؟ طرفين في وسطين، تبقى 6 في 1 على 2. تبقى الاجابه هتطلع ايه؟ 3. خلاص؟ دايما الاكسجين هيطلع نص الميه، والهيدروجين هيطلع قد الميه في عدد اللترات يعني. دايما الاكسجين هيطلع نص الميه، والهيدروجين هيطلع قد الميه في عدد اللترات. سيبها المعادله دي ها؟ أيمن مالو يفسر تصنيف الماء كجزيء قطبي. الماء كجزيء قطبي، ليه؟ لأن جزيء الماء يحتوي على ربطتين تساويتين متماثلتين، هي جملة صح بس دي مالهاش دعوة إن الماء جزيء قطبي. لأن الأكسجين يحمل شحنة سالبة جزئية والهيدروجين شحنة موجبة جزئية، دي جملة صحيحة. الأكسجين شحنة سالبة جزيئية والهيدروجين شحنة موجبة، ما شاء الله. كبنا مرتين. زيادة الخير خيرين. هبنأكد لك إن دي معلومة صح. تمام؟ يبقى الإجابة الصح بتاعتك ب أو ج. خلاص؟ طيب، أي محاليل الأملاح التالية يكون فيها تركيز أيون الهيدروكسيد أكبر ما يمكن؟ الـ OH كبير. يعني أنت عايز تقول إن ده وسط إيه؟ قاعدي. طيب يلا يا باشا ندور. ملح الطعام صوديوم NaCl كلوريد صوديوم. عايزك تعرف معلومه بتقول ان الصوديوم قوي والكلور قوي، صوديوم قوي كلور قوي، هيبقى متعادل. تمام. ده يا باشا انت مش حافظه وده انت مش حافظه. تعالى لده، بيكربونات الصوديوم NaHCO3. عايزك تعرف معلومه بتقول ان الصوديوم قوي والكلور قوي، صوديوم قوي مفيش كلور، قاعده قويه حمض ضعيف، تبقى قاعدي. قاعدة قوية وحمض ضعيف، يبقى الوسط ده وسط ايه؟ قاعدي. يبقى فعلا طالما وسط قاعدي نسبة الـ OH هتبقى ايه؟ كبيرة، وده هتبقى الإجابة. يبقى الإجابة كربونات الصوديوم. خش يا باشا على السؤال اللي بعده. أي مما يلي يمثل قيمة الأس الهيدروجيني للمياه الجوفية الموجودة في الصحراء الغربية لمصر؟ الصحراء الغربية، طالما قلت مياه جوفية، المياه الجوفية بتبقى يا إما متعادلة، وقلت لك دي حتة مكتوبة بين السطور، يا إما متعادلة يا إما قاعدية. قاعد متعادلة يعني 7، قاعدية يعني أكبر من 7، يا إما 7 يا إما أكبر من 7. يبقى أنا عايز إجابة فيها 7 أو أكبر من 7 اللي هي مين؟ ب. السؤال اللي بعده، الشكل المقابل الواضح نتيجة فحص الرقم الهيدروجيني في الماء، أنت كنت حاططها أصفار، هوب دبل كيك لقيتها كام؟ 7.9. حلو. 7.9 تنفع تبقى ماء بحر. لو فاكر من المايه العذبه من 6.5 ل 8.5، وتعالى بص المايه المالحه 7.5 ل 8.5، وتعالى بص كانت 8.4. تمام. طيب المياه الجوفيه كانت فعلا يا اما متعادله يا اما قاعديه، فده صح ده صح ده صح. لكن مياه الامطار ميه الحب مستر فادي، ميه الحب دايما بتكوي. مياه الامطار ومياه السحب اللي هي ميه الحب، سحب الحب، ميه السحب وميه الحب او مياه الامطار دي مياه حامضيه يا حنين. طب هل ده وسط حامضي؟ لا، يبقى الاجابه الغلط بتاعتك هتبقى دال. طبعا لا يمكن تكون ده مصدر تجربه. ادرس الشكلين التاليين جيدا ثم استنتج اي التفاعلات الموضعه بمخطط ينتج عنها محلولا يحمر ورقه عبادي الشمس الزرقاء. يحمر يبقى الوسط ايه؟ حامضي. يبقى انا عايز واحد من دول حامضي. تعالى يا باشا NaCl، انا بنوم من 1-2، ماشي ادي اول واحد. NaHCO3 صوديوم قاعده قويه، HCO3 حمض ضعيف، يبقى ده وسط قاعدي.
NaCl صوديوم قاعده قويه، كلور حمض قوي. كل ده بحلوش غير بمعلومه ايه؟ ان الصوديوم قوي والكلور قوي. صوديوم قوي، كلور قوي، قاعده قويه، حمض قوي، يبقى ده متعادل. تمام. 3 H2 زائد CO2 هيديك H2CO3، ده حمض الكربونيك، حمض كربونيك، وده حمض فعلا. تمام. يبقى اي حاجه فيها 3 صح، يعني 3 معانا، يعني ده اللي اقصده. طيب NH4Cl ها قاعده ضعيفه، حمض قوي، يبقى حامض، يبقى 3 و4، يبقى الاجابه 3 و4، تفاعل 3 و4. بس يا باشا الموضوع بسيط. خش يا باشا على السؤال اللي بعده. خلص الدرس الاولاني، ناخد يا باشا بريك ونرجع لك على الدرس الثاني. بريك يا ريس. تعالى بقى يا باشا نرجع لك بعد البريك. بيقول لك قابليه الماده للانسياب وعدم اتخاذها شكلا ثابتا من خصائص الموائع. يبقى الماده ان هي تنساب، ان هي مش واخده شكل ثابت، دي حاجه اسمها الموائع. تمام. دي حاجه اسمها يا باشا الموائع. اه الموائع. طيب مين اللي كان من الموائع يا ريس؟ اللي كان من الموائع السوائل، السوائل والغازات. يبقى الاجابه بتاعتك هتبقى يا اما السوائل يا اما الغازات. يبقى انا عايز الماده السائله والماده الغازيه. يبقى الاجابه بتاعتك هتبقى مين؟ جي. من وحدات قياس الكثافه، الكثافه دي عباره عن كتله كتله على حجم، صح؟ الكتله اللي هي الام على الحجم اللي هو الفوليوم، والكتله دي كانت بتتقاس بالجرام، والحجم ده بالسنتيمتر المكعب، يبقى جرام على سنتيمتر مكعب او كيلو جرام على متر مكعب. يبقى جرام سنتيمتر مكعب او كيلو جرام متر مكعب. نيوتن ده بتاعت القوه، لا، كيلو جرام في سنتي، يعني كيلو جرام على السنتي، لا على السنتيمتر، لا جرام على الملي متر، احنا عايزين متر مكعب او سنتيمتر مكعب، فده كله غلط. طيب تنفع جرام على اللتر؟ اه تنفع، لان حجم الماء يقاس باللتر، او حجم الماء يقاس باللتر، فعادي تنفع جرام على اللتر. تمام. طيب اذا علمت ان الكثافه النسبيه للزئبق اكبر من الكثافه النسبيه للكحول. طيب طالما الكثافه النسبيه، الكثافه النسبيه دي بتساوي ايه؟ كثافه الماده على كثافه الماء. يبقى كثافه الزئبق على كثافه الماء اكبر من كثافه الكحول على كثافه الماء. يبقى بالتالي كده كثافه الزئبق اكبر من كثافه الكحول. تمام. يبقى كثافه الزئبق اكبر من كثافه ايه؟ الكحول. تاني كثافه كده الزئبق، كثافه ده اللي استنتجناه يعني من كلامه، الزئبق اكبر من كثافه الكحول. ماشي. طيب فان نسبه كتله 1 سنتي من الزئبق الى كتله نفس الحجم من الكحول، طالما انت ثبتت هنا الحجم، ثبتت في الاثنين الحجم، يبقى طبيعي طالما ده كثافته اكبر هيبقى كتلته اكبر. طالما ثبتت الحجم هنا الكتله اكبر، يبقى الكتله بتاعت ده على الكتله بتاعت ده هتبقى ايه اللي هيحصل؟ كتله مين؟ 1 سنتي من الزئبق على كتله 1 سنتي من ده اكبر من ده، يبقى هتطلع اكبر من الواحد. خلاص. طالما كثافه ده اكبر من كثافه ده وانت ثبتت الحجم، يبقى كتله الزئبق اكبر من كتله الكحول. طيب طالما الكتله هنا اكبر من الكتله هنا، هاجي اقسم الكتله دي على الكتله دي، يبقى هيديني رقم اكبر من الواحد الصحيح. يبقى الاجابه الصح بتاعتك هتبقى مين؟ الف. خش يا باشا على السؤال اللي بعده. عند وضع هيدروميتر في مخبار به سائل، كان السطح الحر للسائل يقابل علامه اكس. تمام. على الهيدروميتر كما بالشكل، فاذا اضيفت كميه من نفس السائل عند درجة الحرارة حتى يمتلئ المخبار، طالما نفس السائل، يعني أنت بتزود الكتلة، يعني عايز يقول لك كده، فإن السطح الحر للسائل ها هيظل عند علامة الإكس. ليه يا دكتور؟ مش الكتلة بتزود الكثافة؟ يا باشا أنت الكتلة هتزيد والحجم هيزيد، يعني الكثافة هتفضل إيه؟ ثابتة. كثافة المادة ثابتة طالما لم تتغير درجة الحرارة، الكثافة ثابتة طالما لم تتغير درجة الحرارة، يبقى الكثافة هتفضل إيه؟ ثابتة في مكانها. طيب ثلاثة أواني زجاجية يحتوي كل منها على سائل، استخدم هيدروميتر لقياس كثافة السوائل الثلاثة، فكان وضعه عند الاتزان كما بالأشكال. طيب أنت عارف يا ريس إن الهيدروميتر، أدي الهيدروميتر أهو، الهيدروميتر أهو يا ريس، أنت عارف إن التدريج اللي تحت أعلى كثافة، المادة اللي تبقى تحت أعلى كثافة،
تدريج اللي فوق اقل كثافه، فمعنى ان ده اترفع عالي قوي، يعني ده جه عند رقم عالي ولا قليل؟ عالي، يبقى ده كده اعلى كثافه. تمام. طيب هنا، هنا يا باشا دي نزلت تحت خالص، يبقى دي كده ايه؟ اقل كثافه، ودي اللي في النص. طيب انت عايز ترتب من مين لفين؟ يبقى انت واحد هيبقى اعلى من اتنين هيبقى اعلى من تلاتة. واحد اعلى كثافة من اتنين اعلى كثافة من تلاتة، في الاختيار ده اهو جيم. واحد هيبقى اعلى من اتنين اعلى من ايه؟ تلاتة. يبقى الاجابة بتاعتك هتبقى مين؟ جيم. خش يا باشا على السؤال اللي بعده. الشكل المقابل يوضح عينة من ماء ترعة موضوعة في كأس مدرج. عند وضع هيدروميتر في تلك العينة كانت قراءة الكثافة النسبية له لها 1.2%، فما كتلة عينة مياه الترعة في الكاس؟ طيب الكثافة كانت كده. طيب انت عندك الحجم هنا 60. تمام. يبقى الحجم هيساوي 60 سنتيمتر مكعب. طيب انت قلت الكثافة النسبية، الكثافة النسبية تساوي الكثافة المادة، كثافة المادة على كثافة الماء. فانت عايز كثافة الماء، عايز سوري كثافة المادة، فانت هتقول الكثافة النسبية في كثافة المية. طيب كثافة المية انت شغال بالجرامات ولا بالسنتيمتر مكعب؟ فهنحسبها ايه؟ واحد. يبقى الكثافة النسبية هتساوي واحد واتنين من الف في واحد عشان اجيب كثافة المادة، فهتطلع كثافة المادة واحد واتنين من الف، دي كثافة المادة. طيب الكثافة بتساوي ايه؟ كثافة هتساوي كتلة على حجم. طيب ما انا معايا الكثافة ومعايا الحجم، اعرف اجيب الكتلة؟ كتلة هتساوي كثافة في حجم. الكثافة هي موجودة بالجرام على السنتيمتر المكعب، والحجم موجود 60 سنتيمتر مكعب. اضرب الاتنين في بعض على الآلة. هات الآلة يا ريس. اها اصحى مستر فادي كده، اصحى الله يبارك لك. واحد واتنين من الف في 60، 61.2 اهي، 61.2. يبقى الاجابه الصح بتاعتك هتبقى ب. الشكل المقابل يوضح قياس الكثافه النسبيه لعينه من سائل، فاذا علمت ان كثافه الماء النقي 1 جرام سنتيمتر مكعب، فان كثافه السائل تساوي، بص يا ريس كثافه السائل اهي 85 من ايه؟ 85 من 100. طيب هو بيقول لك 1 جرام سنتيمتر مكعب يعني 1000 كيلو جرام متر مكعب، يبقى انت هتضرب كثافه السائل، هتضرب الكثافه اهو لسه قايلين كثافه السائل هتساوي الكثافه النسبيه في كثافه الميه. طب هنا كثافه الميه هو حسبها بايه؟ بالكيلو جرام، يعني هو جايب لك الاختيارات كلها بالكيلو جرام متر مكعب، فانت هتضرب ده في 1000 اللي هي كثافه الميه 1000 كيلو جرام، فهتبقى 85 من 100 في 1000 هتطلع ايه؟ 850 كيلو جرام متر مكعب اهي. خلاص ما تنساش التحويلات. خش يا باشا على السؤال اللي بعده. الوحدة الدولية بيقول لك انا عايز كثافة الماء النقي بالوحدة الدولية عند 4 سنتي 4 درجة سليزيوس. 4 سنتي ايه؟ 4 درجة سليزيوس. الوحدة الدولية كيلو جرام على المتر المكعب، يبقى 1000 كيلو جرام على المتر المكعب. يبقى الإجابة يا مستر فادي 1000 كيلو جرام على المتر المكعب. أي الأشكال البيانات الآتية يمثل تغير كثافة الماء النقي مع درجة الحرارة؟ عايز العلاقة بين درجة الحرارة والكثافة، العلاقة بين درجة الحرارة ومين؟ والكثافة. إيه العلاقة بين درجة الحرارة والكثافة؟ أنت عارف عند 4 درجة سليزيوس ده أعلى كثافة. عند 4 درجة سليزيوس دي أعلى كثافة أهي. طيب كل ما تزود عن 4 وكل ما تقل عن 4 الكثافة بتقل. يبقى أنا عايز دي عالية واللي بعدها قليلين. يبقى الإجابة الصح بتاعتك هتبقى مين؟ جي. خش يا باشا على السؤال اللي بعده. وضعت كمية من الماء النقي درجة حرارتها 3 في مجمد الثلاجة، ماذا يحدث لكتلة الماء؟ كلها هتظل ثابتة، كتلة مش هتتغير، الكتلة مش هتتغير، لا تتغير لا تتغير. طيب حجم التلج، قلت لك حجم التلج لما الماية بتتجمد بيحصل لها ايه؟ تتمدد، الماية اللي بيحصل لها بتتمدد، فالحجم هيزداد. يبقى الإجابة بتاعتك مين؟ ب. السؤال اللي بعده. إذا كانت كمية الأكسجين المذابة في اللتر الواحد من ماء النهر عند درجة حرارة 200
حوالي 10. فكم تكون كمياتها المحتملة في اللتر الواحد من ماء المحيط؟ انت عارف ان معدل ذوبان الماء في الماء المحيط الماء المالح بيبقى اقل من الماء العذبة، فانت هتبقى اقل من 10. عايز رقم اقل من 10؟ ده غلط، ده غلط. طيب بتبقى من 20 ل 30%، يعني هتبقى تقريبا، طبعا انت عارف ان معدل الذوبان في الماء المالح اقل من معدل الذوبان في الماء العذب من 20 ل 30%، يعني هنا اكتر منها بحوالي 70 ل 80%. فانت هتضرب 70% او 70 ل 80 اللي هو تقريبا 75%، 75% في 10، فهيطلع لك ايه؟ 7.5. خلاص، فالاجابه هتبقى 7.5. ايه الاجابه؟ عند مقارنة ذوبانية ثاني أكسيد الكربون وذوبانية الأكسجين في الماء. بس عايز أروح أطرقع له والله. مستر فادي، صحصح معايا، صحصح معايا يا مستر فادي. فوق يا باشا، فوق يا ريس. صح، بص أم مغضوط. عند مقارنة ذوبانية ثاني أكسيد الكربون وذوبانية الأكسجين في الماء عند درجات الحرارة مختلفة، نجد أن ذوبانية في هنا كلمة أكسجين ناقصة، اعلى من ذوبانية ثاني اكسيد الكربون عند درجات الحرارة منخفضة. لا غلط، الجملة دي غلط. ذوبانية ثاني اكسيد الكربون اقل من ذوبانية الاكسجين عند درجات الحرارة مرتفعة، دي جملة صح. في كيرف كده بيبين معدل الذوبانية، في كيرف بيبين معدل الذوبانية، يعني كانت الذوبانية كده، تلاقي الكيرف التاني معمول كده اهو، خلاص زي ده بالظبط. ده معدل الذوبانية، كل حضرتك ما درجة الحرارة بترتفع ذوبانية ثاني اكسيد الكربون بتبقى اقل من ذوبانية الاكسجين، دي حاجة كانت غريبة جدا. فالاجابة الصح بتاعتك مين؟ ب. طبعا ذوبانية الغازين متساوية دي جملة غلط، ذوبانية الغازين متساوية دي جملة ايه؟ غلط. يبقى الاجابة الصح بتاعتك مين؟ هتبقى ب. خش يا باشا على السؤال اللي بعده. ما اثر زيادة الاكسجين تركيز الاكسجين المذاب في الماء؟ لما تزود الاكسجين هيساعد في اتمام عملية البناء الضوئي؟ ايه ده؟ اكيد غلط. ساعد في اتمام عملية التنفس. يدعم نمو النباتات المائية والأسماك. ماشي اوكي، عشان التنفس بتاعها يزيد. يقلل من قيمة الرقم الهيدروجيني للماء. تمشي. يزيد من شدة التيارات المائية والأمواج. تمشي. لكن يا باشا، هل زيادة تركيز الأكسجين هيساعد في إتمام عملية البناء الضوئي؟ لا يا باشا، مالوش علاقة، مالوش علاقة يا مستر فادي بالبناء الضوئي. كل مما يلي يدعم توازن النظام البيئي المائي، كل مما يأتي يدعم توازن النظام البيئي المائي ما عدا. ماشي، زيادة تركيز الأكسجين في الماء. تمشي. تنوع الكائنات الحية المائية، زيادة معدل البناء الضوئي، ارتفاع درجة حرارة الماء. بالراحة. هل زيادة تركيز الأكسجين المذاب في الماء هيدعم توازن النظام البيئي؟ انت حضرتك هيعمل على تحسين التحسين الغذائي، فدي جملة صح. خلي بالك يا مستر فادي، عايز الجملة الايه؟ الغلط. قال لك ايه؟ ما عدا. طيب، ده يسمح بتنوع الكائنات الحية. ماشي. طيب، زيادة الأكسجين يدعم توازن النظام البيئي، هل زيادة معدل البناء الضوئي هيدعم توازن النظام البيئي؟ طبعا، كل ما البناء الضوئي هيزيد تلاقي نسبة الأكسجين بتزيد ونسبة ثاني أكسيد الكربون بتقل، فطبيعي جدا ده هيساعد في التوازن البيئي. طيب، ارتفاع درجة حرارة المية، ارتفاع درجة حرارة المية هيخلي الأكسجين ما يدوبش وثاني أكسيد الكربون ما يدوبش، فده مش هيعمل على التوازن البيئي، ده بالعكس ده هيبوظ التوازن البيئي، فدي جملة غلط. يبقى الإجابة الصح بتاعتك مين؟ الجملة الغلط اللي هي د. السؤال اللي بعده، مفيش ر، هي حرف الر ده زيادة. أي العوامل التالية تؤدي إلى زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون الزائد في الماء؟ عايز حاجة تزود ثاني أكسيد الكربون. حلو، لو أنت زودت الملح، لو زودت الملح معدل الذوبان يقل، فأي زيادة ملوحة غلط، أي زيادة ملوحة غلط. وفي زيادة ملوحة تاني أهو، في زيادة ملوحة تاني. لأ طيب، زيادة درجة الحرارة برضو تقلل الذوبان، فارتفاع درجة الحرارة غلط. تحول المواد العضوية انخفاض درجة الحرارة، أيوة بالاستبعادة. فالإجابة الصح بتاعتك هتبقى مين؟ ب. محطة توليد كهرباء، عادة توليد كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي، توجد في منطقة بالقرب من إحدى البحيرات، أي القياسات التالية قبل وبعد سقوط الأمطار بالبحيرة تساعد في معرفة أثر الانبعاثات الغازية من المحطة على جودة مياه البحيرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت في إيه السؤال؟ سمي الله، سمي الله يا باشا على مهلك. اتلخبطت،
محطة توليد كهرباء تعمل بغاز طبيعي توجد في منطقة بالقرب من احدى البحيرات القياسات التالية قبل وبعد سقوط الامطار. يعني عايز اقولك ان المطر اللي هتنزل غالبا هتبقى مطر حمضية. تساعد في معرفة اثر الانبعاثات الغازية. يعني الاخر عايز اقولك هنعمل ايه في المية؟ هنقيس لها البي اتش. يبقى انا عايز احدد مين؟ الرقم الهيدروجيني لمياه البحيرة. اي الانشطة البشرية التالية يقلل من قيمة الرقم الهيدروجيني البي اتش لمياه بحيرة ماء عذب؟ مستر فادي في ايه؟ روق كده. صح صح. اي الانشطة البشرية التالية يقلل من قيمة البي اتش؟ عايز حاجة تخلي الوسط حامضي. حلو. ماشي. يعني الاخر انت عايز بص بص الصياعة بص صياعة السؤال. عايز من الاخر يخلي الوسط حامضي يعني عايز يزوب ثاني اكسيد الكربون يزود ثاني اكسيد الكربون. ايه الحاجه اللي من دول تزود ثاني اكسيد الكربون؟ هل الصيد الجاري للاسماك؟ لا. هل استخدام القوارب الشرعيه للتنزه؟ ملهاش علاقه. زراعه الاشجار على جانب البحيره ده هيزود الاكسجين. لكن مياه الصرف الزراعي بالبحيره دي تزود مين؟ ثاني اكسيد الكربون. يبقى انت عايز تزود ثاني اكسيد الكربون ميه الصرف. قلت لك المخلفات بتاعه المصانع وكل حاجات الصرف والحاجات دي كلها بتزود مين؟ ثاني اكسيد الكربون. اي مما يلي تمثل زيادة نسبته في مياه البحر ضررا على الرخويات والمرجان؟ طبعا انت عارف حاجة هتعمل تقليل التكلس. مين اللي بيعمل على تقليل التكلس؟ زيادة ثاني اكسيد الكربون. لانه كان بيتفاعل مع الكربونات الكالسيوم ويحولها البي كربونات كالسيوم. فكانت البي كربونات دي كانت بتدوب. فالاجابة هتبقى يا نهار اسود. الاجابه هتبقى غاز ثاني اكسيد الكربون. خش على السؤال اللي بعده. ربما في بيئه مائيه معينه يحول نسبه من الطاقه الشمسيه مقدارها اكس لطاقه كيميائيه. ده نبات. دي كلمه نبات. ما بقول ايه رتبات دي. نبات في بيئة مائية معينة يحول نسبة من الطاقة الشمسية مقدارها اكس الى طاقة كيميائية مختزنة في غذائه. حلو. يعني بيعمل عملية بناء ضوئي. فإذا تناقصت هذه النسبة مع مرور الوقت يبقى عملية البناء الضوئي مش هتتم. يعني عايز يقول لك إن نسبة الأكسجين هتقل. ماشي. أي مما يصاحب ذلك؟ إيه ده؟ ده أنا جاوبت السؤال. يا سلام. ما هو أنت يا باشا ده مدخلك درسين في بعض. انت عارف ان عمليه البناء الضوئي كانت بتزود نسبه الاكسجين، فانت دلوقتي مفيش بناء ضوئي، فبيقول لك نسبه الاكسجين هتقل، خلاص شكرا. اذا تناقص معدل تدفق الطاقه التي تصل من الطحالب الخضراء الى اليرقات المائيه. حلو. الا تتغذى عليها، فهذا قد يكون مؤثرا لي. ايه اللي هيحصل؟ زياده اعداد الرخوات لا تتغذى على اليرقات، زياده نسبه الاكسجين المذاب، البقايا العضويه افقدت الطحالب قدرتها على انتاج الطاقه، نقص ثاني اكسيد الكربون. لو فاكر كان نقص ثاني اكسيد الكربون هو اللي بيؤدي لنقص في التسلسل الغذائي اللي كان فاكر اللي هو ايه؟ حوت كبير ياكل فش كبير ياكل فش صغير ياكل يرقه، مفيش ثاني اكسيد كربون، مفيش يرقه، مفيش فش صغير، مفيش فش كبير، مفيش حوت كبير. طيب توضح كثافة المية عند درجة حرارة 4 دي أعلى كثافة للمية. أعلى كثافة للمية لما بتبقى إيه؟ 1000 كيلو جرام لكل سنتيمتر مكعب. خلاص يبقى عند درجة حرارة 4 يبقى 1000 كيلو جرام على المتر مكعب. ماشي. ده هنا بالسنتي ده واحد دي من 10. حلو أوي. يبقى واحد. يبقى الإجابة عند الصوت. إذا علمت أن كثافة الذهب عند درجة حرارة 4 درجة حرارة 4 تصل إلى 9300 كيلو جرام على متر مكعب، فالكثافة النسبية الكثافة النسبية هتبقى الكثافة بتاعة المادة على المية على كثافة المية 9300 على 1000. 9300 على 1000 هتساوي إيه؟ 9.3. الواحد ده زيادة يا أولاد والواحد ده زيادة. تبقى الإجابة هي 9.3. شكرا. الواحد ده كمان زيادة. اشطب كل الوحيد على ال 1000 دي. كتلة 3 سنتيمتر ايه ده فيه؟ كتلة 3 سنتيمتر مكعب من الماء النقي عند درجة حرارة 4 سليزيوس. طيب انت عايزها بالايه؟ بالكيلو جرام. خلي بالك هو عايزها هو كاتب الاختيارات بالكيلو جرام. 3 سنتيمتر مكعب هتبقى عشان تحولها للمتر المكعب هتضرب 3 في 10 أس صح؟ من السنتي للمتر. نضرب في 10 أس سالب 2. فلو انا هضرب
سنتي المكعب، المتر المكعب في 10 أس سالب 6، يبقى الكتلة 3 في 10 أس سالب 6 متر مكعب. طيب ماء نقي، يبقى الماء النقي يبقى كثافته هتساوي 1000 كيلو جرام على المتر المكعب. طيب انت عايز انت عايز ايه بالظبط؟ انت عايز الكتلة، كتلة كده كده الكثافة بتساوي كتلة على حجم، يبقى الكتلة هتساوي كثافة في حجم. فاكر المثلث؟ طيب الكثافة بتاعتك كام؟ 1000 اهي، في حجم كام؟ 3 في 10 أس سالب 6 على الآلة. أنا عارف هتطلع كام؟ تطلع دي 3 في 1000 في 10 أس سالب 6. هي أنا صح، تطلع 3 من 1000 كيلو جرام. خلاص سهلة جدا. خش يا باشا على السؤال اللي بعده. شكل المقابل يمثل العلاقة بين كتلة M والحجم فوليوم، ده الكتلة وده الحجم، وذلك لثلاث مواد مختلفة B وR وT، فإن العلاقة بين كثافة المواد. تعالى يا باشا نجيب كثافة كل واحد. كثافة أول واحدة كتلة على حجم، يبقى 120 على 10، 120 على 10 هتطلع كام؟ 12. كثافة اللي بعده 60 على 20 اللي هو الR، 60 على 20 هتطلع كام؟ 3. بعد كده اللي بعده 60 على 30 هتطلع 2، يبقى مين كثافته أعلى؟ B أعلى حاجة. بعد كده مين؟ بعد كده ار، بعد كده مين؟ بعد كده تي، يبقى بي بعد كده ار بعد كده تي، يبقى مين اكبر حاجه؟ بي بعد كده ار بعد كده تي. ناخد يا باشا بريك ونرجع لكم. تعالى يا باشا نرجع بعد البريك بعد ما اكلنا بلح. بلاش اكلنا بلح دي لحظه نتضرب على دماغنا. اسكت ماشي، ما بنتش جنبي انا سيبها اقول لك خليها تتقبس. الشكل يوضح تجربه لتعيين كثافه سائل عن طريق قياس حجمه وكتلته. طيب انت يا باشا حطيت المقبل لوحده كانت كتله 200 جرام، حطيت بقى في السائل الكتله زادت 50 جرام، يبقى كتله السائل كام؟ 50. يبقى الكتله كام؟ 50 جرام. تمام حلو. الحجم، حجمه هنا اهو طلع 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 ما بين دي ودي، ما بين 20 و 30، يبقى الحجم 25 سنتي مكعب. الكثافة هتساوي ايه؟ كتلة على حجم 50 على 25 2. سهلة اللي بعده. في تجربة خلطة ماء تمت إضافة ماء النهر إلى ماء البحر. تمام. السؤال ده أنا قلته في الحصة، ما هو الشكل الذي يوضح وضع الوضع الإيه؟ الماءين في الإناء. عدل يا ابني الحروف، عدل يا ابني. في بداية التجربة قبل حدوث الخليط، قبل حدوث الخلط، بص يا ريس حضرتك اول ما تحط ميه البحر على ميه النهر، ميه البحر اعلى كثافه صح؟ ميه النهر اقل كثافه. ليه؟ عشان ميه البحر فيها املاح اكتر، وكل ما بتزود تركيز الاملاح الكثافه بتزيد، فميه البحر فيها كثافتها اعلى، فميه البحر هتبقى تحت، يبقى ميه البحر انا عايزها تحت، يبقى دي ميه البحر. تمام. وبعد كده ميه النهر فوق كثافتها اقل، يبقى الاجابه بتاعتك مين؟ ج. طبعا دي حركه التيارات، التيارات دي بتستفاد منها ايه؟ دي اللي بتوزع الحراره من درجات الحراره العاليه درجات الحراره الايه؟ اهو من ناحيه خط الاستواء للقطبين، درجات الحراره العاليه درجات الحراره الايه؟ القليله. تغير في درجات الحراره بين المياه للاستواء والقطبيه. خلاص؟ طيب تعالى يا باشا نشوف بحيره تعرضت لانخفاض درجه الحراره مما ادى لتكوين طبقه جليد سطحيه. هاي رسومات البيانات التالية تعبر عن كثافة الماء عند المواضع A B C D الموضحة على الصورة بشكل صحيح. ادي A B C D، مين أعلى كثافة؟ أعلى كثافة اللي هتلاقيه تحت خالص، بعد كده اللي فوق، بعد كده اللي فوق، وبعد كده اللي فوق، يبقى أقل كثافة إيه؟ أعلى كثافة دي، فأنا عايز دي في أعلى نقطة، دي في أعلى نقطة. هنا في اتنين زي بعض غلط، هنا دي في أقل نقطة غلط، هنا دي يعتبر برضو من أقل نقطة، هنا دي أعلى نقطة تنفع. سي فعلا اقل منها، دي اقل منها، ايه اقل منها، هيبقى الاجابه الصح بتاعتك مين؟ الف. سهله ده، سؤال سهل حبيبي. لو زعلان اشرب من البحر، ما اعرفش ايه اشرب على قد ما تشرب. حبيبي لو مقموس اشرب عرق سوس،
جيب لك جركن ليك مخصوص، اشرب على قد ما تشرب. كلما اتجهنا من سطح المحيط الى القاع، ما الذي يحدث لكثافة الماء والمسافة بين الجزيئات الماء؟ انت يا باشا حضرتك بتنزل من سطح المحيط للقاع، ما تنزل الماء تحت، يبقى كثافة الماء ايه اللي يحصل لها؟ بتزيد. تمام. طيب ايه اللي يحصل للمسافة بين الجزيئات؟ المسافة بين الجزيئات عمالة ايه؟ تقل. يبقى الإجابة بتاعتك هتبقى ج. اللي يحصل يا مستر فادي المسافة بين الجزيئات تقل، فاللي بقى ج كده عشان كثافتها زادت. ما انت ما تسألنيش ليه، عشان الناس بتقول لي ليه كثافتها زادت. خلاص ليه كثافتها يعني حجمها قل؟ انت بتسأل أسئلة غريبة، غريب قوي. ما التغير الحادث في كثافة الماء وحجمه عند انخفاض درجة حرارته من 4 لـ2؟ قللت درجة الحرارة من 4 لـ2. طيب قللت الحرارة من 4 لـ2، يبقى الكثافة ايه اللي هيحصل لها؟ هتقل. قلت لك الكثافة هتقل، الكثافة هتقل. طيب كثافة قلت يبقى حجم الماء اللي حصل له زاد، الماء تمدد، تقل تزيد، يبقى الإجابة بتاعتك مين؟ ألف. سلام. عينة من الماء النقي حجمها 20 ملي وكتلتها 100 جرام، فإذا تم قياس كتلة عينة أخرى من نفس الماء النقي عند نفس درجة الحرارة حجمها 50، فإن كتلتها تساوي، يعني مش فاهم أي حاجة، بالراحة يا باشا. عينة من الماء النقي الحجم بتاعها 20، الحجم 20 والكتلة 100، ماشي، حجم 20 والكتلة 100، تمام. فإذا تم قياس كتلة عينة أخرى من نفس الماء النقي عند نفس درجة الحرارة حجمها 50، فإن كتلتها هتساوي، طيب أنت كده كده الكثافة هتبقى ثابتة. تعال نجيب كثافة الأولانية، 100 كتلة على الحجم، 100 على 20، 100 على 20 فيها الإيه؟ فيها الخمسة. يبقى أنت عايز الكثافة التانية تساوي 5، يبقى الكثافة هتبقى 5. كثافة بتساوي كتلة على حجم، كتلة أنت مش عارفها، الحجم كام؟ حجم 50، يبقى 50 في 5، يبقى الإجابة هتطلع كام؟ 52. سؤال لافف سيكا، أي رسومات البنات نشوف أم الدبانة دي؟ أجري وراها. أي رسومات البنات التلاتة تعبر عن كل من غازي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بصورة صحيحة؟ طيب أنت عارف إن تركيز الهواء الأكسجين اللي في الهواء عالي قوي، يبقى أنا عايز اللي هو البنك ده على حاجة عالي 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 عالي، ده صح. طيب تركيز ثاني اكسيد الكربون في الهواء قليل، يبقى انا عايز اللبني ده قليل، عايز اللبني ده قليل، قليل صح، هنا غلط، قليل صح، هنا غلط، ماشي. عايز قابلية الاكسجين للذوبان في الماء قليلة، يبقى انا عايز الاخضر قليل، قليل قليل، ما طبعا دي كده كده الرسمة دي غلط، خلاص هنا الاخضر عالي فدي كمان غلط، يبقى الاجابة الصح بتاعتك مين؟ فعلا ثاني اكسيد الكربون معدل ذوبانه بيبقى اعلى من ايه؟ الاكسجين. قلت لك مين موجود في الجو اكتر؟ الاكسجين بحوالي 500 مره. مين بيدوب في الميه اكتر؟ ثاني اكسيد الكربون بحوالي 50 مره جدع. لماذا تتكون فقاعات غاز بالماء عند وصول درجه حرارته لدرجه الغليان؟ لما بيوصل لدرجه الغليان الذوبانيه بتقل، فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ فقاعات الغاز بتبتدي تتصاعد، معدل الذوبان بيقل يعني، فالغاز هيطلع هيقل، فبالتالي ذوبان الغازات اللي حصل له هيقل، يبقى الاجابه بسبب نقص ذوبانيه الغذاء الماء الساخن. اي الحالات التاليه من الممكن ان تقلل نسبه غاز الاكسجين في النظام البيئي المائي؟ عايز حاجه تقلل نسبه الاكسجين. زياده معدل البناء الضوئي دي هتزود الاكسجين، ودي غلط. زيادة درجة الحرارة، ثانية واحدة، أي الحالات التالية من الممكن أن تقلل، أنت عايز حاجة تقلل الأكسجين في المية. نقص عدد الطحالب، نقص عدد الطحالب هيزود الأكسجين في المية، يعني الطحالب هتعمل تنفس. زيادة درجة الحرارة، أهي زيادة درجة حرارة المية بيقلل معدل الذوبان، يبقى الإجابة الصح بتاعتك إيه يا مستر فادي دال؟ خلاص ده سؤال 34. خش يا باشا بعد كده على السؤال 35.
نمك حبي اسماك ونباتات مائيه. قام احد الطلاب بتجربه لقياس تركيز الاكسجين في هذا الحوض خلال فترات الليل والنهار. اوضاع التجربه ان تركيز الاكسجين يقل في الليل، الاكسجين بيقل بالليل ويزداد في النهار. ما العلامات الحياه تسببت في هذه النتائج؟ ماشي، زياده الاكسجين. ايه اللي بيزود الاكسجين؟ اللي بيزود الاكسجين عمليه البناء الضوئي، لكن اللي بينقص الاكسجين عمليه التنفس، بناء ضوئي وتنفس. يا جمدان سهل قوي. ايه ده؟ السؤال اللي بعده، اي الاشكال البيانيه تعبر علاقه بين قيمه البي اتش للماء ونسبه غاز ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي؟ كل ما ثاني اكسيد الكربون هيزيد هيخلي الوسط حامضي، يعني قيمه البي اتش هتزيد، سوري قيمه البي اتش هتقل، انا اسف، كل ما ثاني اكسيد الكربون هيزيد خلي الوسط حامضي، يعني قيمه البي اتش تبقى اقل من 7، تبقى قليله. يبقى كل ما ثاني اكسيد الكربون بيزيد يبقى قيمه البي اتش بتقل، يعني علاقه ايه؟ عكسيه. امامك صوره توضح التدخلات البشريه في احدى المناطق، اي من التغيرات التاليه لا يرتبط بشكل مباشر بتلك التدخلات البشريه. ماشي، انت التدخلات دي في مصانع وبتاع مش عارف وقطع اشجار، يعني انت عايز يقولك ان في ثاني اكسيد الكربون كتير، ثاني اكسيد الكربون كتير هيعمل ضعف في هياكل المحاريه. صح، هو عايز امامك صوره اي من التغيرات لا يرتبط، عايز جمله ما لهاش علاقه. طيب، ضعف هياكل الكائنات المحاريه طبعا، ليه؟ الجمله دي صح. ليه؟ ثاني اكسيد الكربون لما يزيد هيتفاعل مع كربونات الكالسيوم مستر فادي وهيكون حاجه اسمها بيكربونات الكالسيوم تدوب في الميه، فمش هنعرف نكون ايه؟ هيكل المحاريات او هيكل الرخويات. ده اللي هو بنسميه تقليل التكلس. انخفاض قدره يرقات البعوض على النمو والتطور بسبب الحموضه العاليه، طبعا زياده ثاني اكسيد الكربون تتفاعل مع الميه تخلي تكون حمض الكربونيك H2CO3 فيكون التحمض يخلي الوسط حامضي. دي جمله صحيحه. نقص الاكسجين المذاب في الماء بسبب زياده ثاني اكسيد الكربون، لما ثاني اكسيد الكربون هيزيد هي نسبه ثاني اكسيد الكربون، نسبه الاكسجين في الميه هتبتدي تقل، فدي جمله صحيحه. انخفاض نمو النباتات المائيه بسبب نقص التمثيل الغذائي، لا حضرتك ثاني اكسيد الكربون زياده ايه اللي هيخلي نقص يحصل نقص التمثيل الغذائي؟ فالاجابه بتاعتك هتبقى د، خلاص نقص تمثيل غذائي لو ثاني اكسيد الكربون قليل. الإجابة الصح بتاعتك مين؟ ده النسبة بين، هو الدرس ده هيخلص امتى؟ النسبة بين معدل ذوبان غاز ثاني أكسيد الكربون في فصل الصيف ومعدل ذوبانه في فصل الشتاء. بص يا باشا، معدل الذوبان في فصل الصيف يعني درجة الحرارة عالية، يبقى معدل الذوبان قليل. فصل الشتاء يعني الحرارة قليلة، معدل الذوبان كبير. طيب كبير قليل على كبير يبقى أقل من الواحد. تزداد ذوبانية غاز في سائل بزيادة درجة الحرارة تقلل الذوبانية. تركيز المواد المذابة، لو في مواد مذابة ده برضو يقلل. ضغط الغاز فوق سطح السائل ولا مساحة سطح السائل معرضة للغاز؟ انت تزود الذوبانية لو زودت الضغط، كل ما تزود الضغط الذوبانية تزيد. على فكرة، من مصادر ثاني اكسيد الكربون في البيئه المائيه، الهواء الجوي ناتج الفضلات عمليه الايتر وغيرها من الصرف. كل ده صح، ده احنا اول حاجه شرحناها قلت لك المصدر الرئيسي للثاني اكسيد الكربون الموجود في الميه ثاني اكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي. ازاي يا دكتور؟ بفعل الامواج، موجه طلعت خدت الميه ونزلت، خدت الهواء ونزلت فدوبت ثاني اكسيد الكربون، فالهواء الجوي صح. ناتج فضلات عمليه الايت، عمليه الايت دي يا باشا يعني ناخد الاكسجين ونطلع ايه؟ ثاني اكسيد الكربون، تمام؟ عمليه الهدم، فصح. تلوثها بمياه الصرف الزراعي وقلت لك مخلفات المصانع وكل الكلام ده يزود ايه؟ ثاني اكسيد الكربون، فالاجابه 1 و2 و3. خلصنا يا ريس، خش على السؤال اللي بعده. يا لهوي يعني ياما الدرس التالت، اخيرا بريك، البريك الجميل، بريك. تعالى بقى يا باشا بعد البريك نخش على الجزء التالت من المراجعه، ماذا يقصد بالتكيف البيولوجي؟ طبعا انت فاهم يعني ايه كلمه تكيف؟ هل هو تغير ظروف البيئه لتتناسب مع الكائنات الحيه؟ لا يا باشا، ده احنا اللي بنتكيف مع البيئه، فالجمله دي غلط. ملائمه الكائن الحي مع ظروف البيئه، كلام محترم. ملائمه الخواص الكيميائيه في البيئه للخواص الفيزيائيه بها، لا ده كلام غلط. حدوث تنوع بيولوجي، لا ملهاش علاقه، يبقى احنا اللي بنلائم الظروف البيئيه، يبقى الاجابه بتاعتنا به. السؤال اللي بعده، اي مما يلي يعبر عن التكيف الفسيولوجي للكائن الحي؟ عرفنا يعني ايه كلمه تكيف فسيولوجي؟ تغير في الوظائف الحيويه او اداء بعض الوظائف. تحور في تركيب جسم الكائن، ده تغير تركيبي او تكيف تركيبي. تعديل في سلوكات، ده التكيف السلوكي. هجره الكائن، ده التكيف السلوكي. السؤال اللي بعده،
اي مما يلي يعتبر مثال على التكيف الفسيولوجي للكائن الحي، افراز الثعبان للسم لحمايه نفسها من الاعداء تمشي صح، تحور اطراف الحيتان لتساعدها على العوم ده تكيف تركيبي، هجره الطيور ده تكيف سلوكي، حده منقار النسر لتمزيق الفريسه ده تكيف تركيبي. يبقى الاجابه الصح بتاعتك هتبقى افراز الثعابين للسم لحمايه نفسها من الايه الاعداء. اي مما يلي له اعلى ضغط اسموزي، يعني قدرته على سحب الماء كبيرة، عايز واحد من دول قدرته على سحب الماء كبيرة. المحلول منخفض التركيز، كل ما تركيز الاملاح زاد قدرة المل قدرة المحلول ده سحب الماء تزيد. يبقى منخفض التركيز لا، محلول عالي التركيز تنفع. مذيب نقي درجة حرارته مرتفعة لا، مذيب نقي درجة حرارته منخفضة برضو لا. اللي عايزها تبقى محلول ماله عالي التركيز. خش يا باشا على السؤال اللي بعده. اثناء تجربة الاسموزية يقوم الغشاش بالمنفذ ان هو بيعدي المية، سماح بمرور المواد الزائبة فقط كبيرة الحجم لا، السماح بمرور الماء ايوة، تمنع مرور جميع المواد طبعا برضو لا، ده غشاء شبه منفذ ماشي بمبدأ الشعر العظيم واجزمك والجوزة لما قالك كيف كده واللي اقوله هنمشي. عندما ينتقل الماء من المحلول في المنطقة اكس الى المحلول في المنطقة واي، فهذا يعني ان طالما انتقل من اكس الواي يبقى تركيز المية في اكس اعلى من تركيز المية فين في واي، او تركيز الملح في واي اعلى من تركيز الملح في اكس. تركيز الماء في المنطقة اكس اعلى من تركيز الماء في المنطقة واي صح. تركيز المحلول في المنطقة اكس اعلى من تركيز المحلول لو كان في اكس اعلى من واي، ما كانش المية تمشي كده، كانت المية تمشي الاكس فغلط. تركيز الماء في المحلول في المنطقة واي اعلى من تركيز الماء في المحلول في المنطقة اكس، لا لو كان واي مية عالية واكس مية قليلة كان مشي العكس، دي جملة غلط. تساوي تركيز المحلولين في المنطقة اكس وواي، لا هما مش متساويين. يبقى الاجابة الصح بتاعتك هتبقى مين؟ الف. اي مما يلي يمثل وسيلة التنفس في الاميبا الغشاء الخلوي، لعمة اللي رايح يختار الفجوة المنقبضة شايفك وهجيبك. فجوة منقبضة ايه يا باشا؟ الفجوة المنقبضة فايدتها انها تتخلص من الماء الزائد، بلاش عمى، الله يبارك لك بلاش عمى. اي الاعضاء التالية دور رئيسي في التخلص من الماء الزائد عن الحاجة في اسماك سمكة كائن عديد الخلية، يتخلص من الماء الزيادة ازاي؟ عن طريق الكليتين. يبقى الاجابة بتاعتك مين؟ دال. خش يا باشا على السؤال اللي بعده. اي انواع المياه التالية لها ضغط اسموزي اعلى من الضغط الاسموزي لمحاليل داخل اجسام الكائنات الحية التي تعيش بها؟ عايز حاجة ضغطها الاسموزي عالي، ضغطها الاسموزي عالي يبقى مية مالحة، دور على اي حاجة فيها مية مالحة، مية بحر، مية محيط، عندك مية المحيط صح، مية الينابيع دي مية عذبة، مية الانهار عذبة، مية البرك العذبة برضو ايه؟ كل ده مياه عذبة ضغطها الاسموزي قليل. ما المقصود بالتكيف السلوكي للكائن الحي؟ تغير تكيف سلوكي يبقى تغير في سلوكياته، تركيب الجسم ده تركيبي، تعديل طريقة أداء بعض الوظائف ده فيسيولوجي، تغير في نشاط الكائن عشان يحسن فرص البقاء بتاعته، كلام محترم. تعديل الكائن لضغط دمه للحفاظ على حياته، لا ده تكيف فيسيولوجي. يبقى الإجابة الصح بتاعتك هتبقى به. السؤال اللي بعده. التكيف في أسماك السلمون أثناء دورة حياتها يعتبر تكيف؟ السؤال ده الواحد متوقع إن هو يجي، سؤال مهم جدا بصراحة. يقول لك التكيف في سمك السلمون، سمك السلمون هجرة السلمون ده تكيف سلوكي، فأي حاجة فيها سلوكي صح. عايز لازم حاجة يبقى فيها سلوكي. طيب يبقى الإجابة ألف أو ب. طيب هو سلوكي بس ولا سلوكي وفيسيولوجي؟ بص يا ريس، حضرتك سمك السلمون عمل نوع من أنواع التكيفات اسمه التكيف الإسموزي، تمام، اللي هو سمولتيفيكيشن، التكيف الإسموزي. إيه التكيف الإسموزي ده؟ تغير فسيولوجيا في الجهاز الدوري والتنفسي. يبقى الإجابة الصح بتاعتك تغير فسيولوجي أو تكيف فسيولوجي وسلوكي. يبقى الإجابة بصح هتبقى ألف. خش يا باشا على السؤال اللي بعده. تخضع أسماك السلمون لعملية التكيف الإسموزي حتى تتكيف، حتى مكن مع التكيف من، هي حضرتك اتولدت في المياه العذبه، بعد كده هتروح تهاجر للمياه المالحه، عشان تعرف تهاجر للمياه المالحه بيحصل تكيف الاسموزي، يبقى بتتكيف مع الملوحه العاليه، يبقى اي حاجه ملوحه عاليه صح، ملوحه منخفضه غلط. طيب انا دلوقتي طالما في ملح عالي يبقى نسبه الاكسجين اللي دايب في المياه هتبقى قليله، يبقى انا عايز حاجه فيها ملح عالي واكسجين منخفض. يبقى الاجابه الصح بتاعتك هتبقى مين؟ جيم. السؤال اللي بعده. يقصد بالتكيف التركيبي للكائن الحي التغير فين؟ حضرتك بتكيف تركيبيا، بتغير في التركيب، نشاط الكائن الحي نشاط ده كده سلوكي غلط. البنيه الجسميه طالما البنيه الجسميه ده كلام صح يبقى دي صح. اللي اتعمل بعض اعضاء الجسم تكيف مع البيئه ده تكيف فيسيولوجي. النظام الغذائي برضو غلط. يبقى الاجابه الصح بتاعتك هتبقى جيم.
ما انت كيف التركيبه الذي يسمح للسمكه المقابله بالعيش في الظلام الدامس؟ حضرتك شايف العين يا باشا، ترزعك عين تجيبك الارض. ايه يا باشا السمك ده عينه كبيره جدا، يبقى ان هو عنده عايش ليه في الضلمه؟ عشان عنده اعين كبيره. خش يا باشا على السؤال اللي بعده. اي مما يلي يعد تكيف تركيبي لبعض اسماك المحيطات لكي تتحمل الضغط المرتفع؟ التكيف التركيبي عشان يخليها تتحمل الضغط المرتفع، ان الجسم بتاعها يكون مضغوط اهو، ان الاجسام مالها مضغوطه. السؤال اللي بعده. اي مما يلي لا يعتبر من وسائل التكيفات الفسيولوجيه في ثعبان الماء الكهربي؟ ارتفاع اسمه زيت الدم، تمشي. طيب معدل الايض، تمشي. الشكل الانسيابي ده تكيف تركيبي. شكل الانسيابي ده تكيف تركيبي. زياده ضغط الدم، تمشي. يبقى الاجابه الغلط بتاعتك هتبقى ب، علشان هو بيقول لك عايز واحده مش تكيف فسيولوجي. السؤال اللي بعده. يا مستر فادي، يا مستر فادي روق كده، روق الله يبارك لك. اي من التكيفات التاليه تمكن اسماك الاعماق من التعايش بنقص الاكسجين؟ مستر فادي فجاه كده وقف، مستر وقف، دكتور الله يبارك لك فيها. مستر فادي والله دكتور انا حاسس ان التكيفات الفسيولوجيه تمشي الشكل الانسيابي للجسم. والله يا مستر فادي الشكل الانسيابي، الشكل الانسيابي للجسم ينفع تكيفات فسيولوجيه؟ مستر فادي، مستر فادي حضرتك هيسقط بكره في الامتحان، فما تبقاش زي مستر فادي وتسقط، ذاكر. مستر فادي بص خرجتني عن شعورها. مستر فادي لسه عايدين الفيديو، الله يبارك لك، الله يخدك، الله يخدك. انا مالي صح، يقول لي الكاميرا عملت بلور، عيد الفيديو. اي من التكيفات التاليه تمكن اسماك الاعماق من التعايش مع نقص الاكسجين؟ حضرتك ليه عايشه مع نقص الاكسجين؟ هل عشان عندها تسريع معدل الايض؟ لا، ده ابطاء معدل الايض. هل عشان جسمها مضغوط؟ ماشي، جسم مضغوط بس ملوش علاقه بنقص الاكسجين. هل عشان زياده تركيز الاملاح؟ برده ملهاش علاقه. كبر حجم الخياشيم، لو فاكر قلت لك ربنا بيخلق لهم شفاط. الشفاط ده يا باشا زي مين؟ زي ولا خلاص بقى بلاش تنمر. الشكل المقابل يمثل احد الاسماك التي مستر فادي عنده شفاطين هنا. الشكل المقابل مثلا احد الاسماك التي تعيش في اعماق المحيطات، ادرسه جيدا ثم استنتج. اي مما يلي يميز التراكيب سين في هذه السمكه؟ التركيب سين دي الاوعيه الدمويه. طبعا انت محتاج ان الاوعيه الدمويه تبقى مالها قويه ومتينه علشان تتحمل الضغط، قويه هتتحمل الضغط. الدنيا سهله لغايه دلوقتي. اي مما ليس من التكيفات سمكه ثعبان الماء الكهربي للمعيشه في مستويات منخفضه من الاكسجين. عنده خياشيم كبيره، صح. عنده ابطاء معدل الايض، صح. عنده شعيرات دمويه دقيقه، لكن ما عندوش اوعيه دمويه قويه. قلت لك خلي بالك احنا بنحب نختار الالفاظ ونضايقك فيها، خصوصا كمان في ماده الاحياء، فده يعتبر جزء احياء شويه، فبيغلس عليك بمين؟ بالالفاظ. تمام. طيب يا باشا خش على الاسئله اللي بعدها. الشكل المقابل يوضح، انت شايف اهو ثعبان الماء الكهربي، احد الكائنات الماء تعيش في قاع المحيط، تعرف عليه ثم اجب، كيف يقلل هذا الكائن من حاجات الاكسجين؟ بص يا ريس، السؤال ده غلس غلس وذكي. بيقول لك ثعبان الماء الكهربي احنا عارفين ان هو عنده خياشيم كبيره وابطاء معدل الايض وبيبقى عنده شعيرات دمويه دقيقه، كل ده بيتكيف مع نقص الاكسجين. بس هو مش بيقول لك انا عايزه يتكيف مع نقص الاكسجين، انا بقول لك ازاي بقلل حاجتي للاكسجين. الخياشيم الكبيره دي تلم اكسجين كتير من الميه، ان عنده شعيرات دمويه دقيقه تلم اكسجين كتير من الميه، لكن انه عنده ابطاء لمعدل الايض هي الاجابه الصح ليه، لان ابطاء معدل الايض يا ريس هيخليه ما يستهلكش اكسجين كتير. خلاص. طيب اللي هو نقلل الهدم يعني. اي مما لي يعتبر من امثله التكيفات السلوكيه؟ عايز واحد من دول سلوكي. حضرتك كبر حجم الخياشيم ده مش سلوكي، ده تركيبي. احتواء الخلايا على فجوات منقبضه، حضرتك برده ده مش سلوكي، ده فيسيولوجي. وجود كليتين طويلتين في الاسماك، ده تكيف فيسيولوجي. كبر حجم الخياشيم ده فيسيولوجي. هجره الاسماك هو ده اللي ايه؟ السلوكي. يبقى الاجابه هتبقى دال. تجمع البطاريق في مجاميع كبيره للحمايه من البروده، يعني هاجر، تكيف سلوكي. ما نوع التكيف في هجره الاسماك؟ تكيف سلوكي. مش عارف انا في ايه. هجره 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 يا رب، اللهم ارزقنا هجره. هموت واسافر، والله مش عايز اعرفكم تاني. الكائن الذي يعيش في بيئات مائيه مالحه وعذبه معا لابد ان يتميز. مين اللي كان بيعمل الكلام ده؟ السلمون. فكان لازم يبقى عنده حاجه اسمها التكيف الاسموزي. يلا يا باشا مستر فادي اتفوق معايا كده، صح نشط الدوره الدمويه، برافو. يساعد التكيف الاسموزي الصغار اسماك السلمون على، هو بيتكيف اسموزيا ليه؟ عشان يقدر يواكب الميه المالحه، عشان يقدر يتكيف مع مين؟ مع الملح، اتولد في الميه العذبه
عشان يروح الماء المالح. عمليه تكيف اسموزي، التكيف الاسموزي ده احدى انواع التكيفات الفسيولوجيه، تغير في وظيفه الجهاز الدوري والتنفسي علشان يقدر يروح يعيش في الميه المالحه. اي التكيفات البيولوجيه تلاقيها لا تظهر في سمكه الجليد. سمكه الجليد عندها عيون كبيره تحسدك، عندها جسم مضغوط زي دكتور كرولوس، عندها جسم انسيابي، كلام محترم. لكن الرسم هنا ما قالش عندها وجود ايه؟ القشور. في التراكيب التاليه توجد في الاسماك العظميه ولا توجد في الاسماك الغضروفيه؟ مثانه هوائيه في الاسماك العظميه، المثانه الهوائيه في الاسماك العظميه، المثانه الهوائيه في الاسماك العظميه، اديله مثانه هوائيه في الاسماك العظميه. يبقى يا باشا المثانه الهوائيه موجوده فين؟ في الاسماك العظميه. الله ينور عليك يا مستر. خش يا باشا. وجود طبقه سميكه من الدهون تحت الجلد. وجود طبقه، وجود ربنا خلق حاجه تكيف تركيبي. اي مما قال لي صحيح عن السمكه الموضحه بالشكل المقابل. عايز يا باشا حاجه موضحه عن السمكه دي. السمكه دي عندها مالها؟ عندها عيون كبيره. هو بيقول لك عندها عيون صغيره. بص يا مستر فادي، عيون صغيره دي عيون الناس، ومن عيون الناس او جسمها مضغوط زي دكتور كرول. صح، تمشي. تتخلص من الماء الزائد على هيئه بول مخفف؟ لا، ده سمك القرش. تنتقل من المياه العذبه للمياه المالحه؟ لا، ده سمك مين؟ السلمون. ودي ليست سلمون، دي اللي هي بتاعه الايس فيش، سمك الجليد. جسمها مضغوط زي مين؟ زي دكتور كرولوس. الله يبارك لك. يمكن تقليل مقاومه الماء لحركه السمكه. طبعا الشكل الانسيابي، والشكل الانسيابي تكيف ايه؟ تركيبي. القصيدة موضوعها عمد عادة تبدأ غازات الأميبا، ادرسه محدد. السؤال ده صعب وجبته في الامتحان المرة اللي قبل اللي فاتت. ما الخاصية التي تعتمد عليها الأميبا لحدوث هذه العملية بكفاءة؟ حضرتك بتبدل غازات، ده تبادل غازي، بتدخل أكسجين تطلع ثاني أكسيد الكربون. حضرتك بتعمل إيه؟ انتشار. الغازات بتتحرك بالانتشار، خلاص؟ ما هو المصطلح العلمي الذي يشير تكسير الروابط؟ عملية الهدم. فإحنا نقصد بيها عملية إيه؟ التنفس الخلوي، عملية الهدم. يحول شايفك وانت رايح تختار الهضم، شايفك وهاجي هطلع لك في بنطلونك، رايح تختار الهضم. يا نهار اسود، الهي تتهضم مطرح ما انت قاعد، رايح تختار هضم. اسمها هدم، والضاد غير الدال، دي صائت لغه عربيه يا ايها الفسل، اسمها الهدم وليس الهضم. ما تسالنيش عن ايه الفسل، نفسي مش عارف. فده بيعمل عملية ايه؟ تنفس خلوي، بيحصل عملية الهدم. ادرس الشكلين المقابلين جيدا ثم استنتج. واضح الشكلين قدامك ولا نوضح اكتر؟ الشكلين فين يا مستر فادي؟ الشكلين اهو، ترحله تحت اهو. ماشي، قول لي برافو عليك يا مستر فادي. طبعا سألني انت عرفت منين؟ ان هم ترحلوا. اقول لك اصل عدت الفيديو. قول لي عدت الفيديو ليه؟ اقول لك اصل اللي بيصور نحول. ماشي، ادرس الشكلين المقابلين جيدا ثم استنتج. ما هما العمليتين الحيوانيتين؟ الحيوانيتين فعلا. الحيويتين س وص. س ده حضرتك ده بيبدل غازات، ص ده دخل جلوكوز اكسيد وطلع منه طاقه، يبقى س تبادل غازي، ص تنفس خلوي. تبادل غازي تنفس خلوي، الاجابه ب. ادرس الشكل المقابل ثم حدد ما لازم يمكن ان زين حرف س. ده حاجه مشتركه بين سمكه القرش واليوجلينا. تعال نبص الاختيارات. تمثيل ضوئي، هل سمكه القرش بتعمل بناء ضوئي؟ الله عليك، لا. احتفاظ باليوريا، هل اليوجلينا عندها يوريا اصلا؟ الله يبارك لك. تعقيد الجسم، حضرتك سمكة القرش كائن عديد الخلايا ولكن اليوجلينا كائن وحيد الخلايا، فغلط. يبقى الاثنين بيعملوا تنفس خلوي، وده كلام منطقي. اي مما يمثل عمليه بيولوجيه لغايه تلاحظ بشكل مقابل؟ لا، يبقى شكل مقابل لان هذا الشكل طبع الرسمه اللي فوق. خش يا باشا على السؤال اللي بعده. اوه يا لهوي، يعني يما خش على الدرس اللي بعده، خش على الدرس. عايز تدينا بريك؟ ناخد يا عم بريك، الله يبارك لك. تعالى بقى يا باشا بعد ما رجعنا لكم البريك اللي انا ما خدتوش اصلا، مستر فادي اللي خده لوحده عادي، تمام. هنخش على اخر جزء في المراجعه، الطاقه الداخليه لجسم تساوي ايه؟ الله مش عاجباني. لا والله لا تتساب. الطاقه الداخليه لجسم تساوي عباره عن مجموع طاقه الحركه وطاقه الوضع. يبقى الطاقه الداخليه للجسم بتساوي ايه؟ مجموع طاقه الحركه وطاقه الوضع. يبقى الاجابه بتاعتك هتبقى د. اي زوج من كميات الفيزياء الاتيه يقاس بنفس الوحده؟ تعالى يا باشا، كميه الحراره ودرجه الحراره. كميه الحراره بتتقاس بالجول، لكن درجه الحراره بتتقاس بالكلفن او السيليزياس، فغلط. الحراره النوعيه والحراره ودرجه الحراره. درجه الحراره بتتقاس بالسيليزياس او الكلفن، لكن الحراره النوعيه ده كان جول على كيلو جرام في كلفن، خلاص فغلط. فقدت الشغف. كمية الحرارة والطاقة الداخلية. كمية الحرارة والطاقة الداخلية الاتنين بيتقاسوا بالجول، فصح. تمام؟
طيب الطاقة الداخلية ودرجة الحرارة. لا غلط، يبقى الإجابة الصح بتاعتك مين؟ جيم. خش على السؤال اللي بعده. إذا زادت كمية الحرارة التي اكتسبها الجسم إلى الضعف، فإن الحرارة النوعية كمية الحرارة اللي اكتسبها. طب ماشي، ده ماله ومال الحرارة النوعية؟ الحرارة النوعية هتظل ثابتة، يبقى الإجابة بتاعتك مين؟ جيم. خش يا باشا على السؤال اللي بعده. أسئلة سهلة أهي. أما الأشكال البيانية بس العلاقة بين الحرارة النوعية لمعدن والكتلة. العلاقة بين الحرارة النوعية والكتلة، كل ما الكتلة تزيد الحرارة النوعية مالهاش علاقة، العلاقة ثابتة. تمام. شكل المقابل يوضح بعض جزيئات الماء، فإن الروابط المسببة لارتفاع الحرارة النوعية، الروابط اللي بتبقى بسبب ارتفاع روابط الحرارة النوعية الهيدروجينية. في الروابط الهيدروجينية مستر فادي في الرسمة. جدع، برافو عليك. رقم 2 ورقم 4، أنا شايفك بظهري عادي. السؤال اللي بعده. كتلتان متساويتان من الماء والزيت عند نفس درجة الحرارة موضوعتان في إناءين متماثلين، فإذا وضع الإناءان معا على سطح سخان كهربي فوصلت درجة حرارة الزيت إلى تي خلال زمن. الزيت وصل إلى تي، لأن درجة حرارة الماء تصل إلى تي خلال زمن أكبر من تي ولا أقل من تي، علما بأن الحرارة النوعية للزيت للمية أكبر من الزيت. طالما الحرارة النوعية للمية أكبر يبقى محتاج وقت أطول، يبقى هياخد وقت أطول، يعني هياخد أكبر من إيه؟ أكبر من التي. طيب الشكل المقابل يمثل أربعة مناطق من الطيف الكهرومغناطيسي، أي مما يأتي يمثل منطقتي الطيف A و B. طبعا أنت عارف إن الضوء المرئي بيبقى محشور ما بين الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية، فالمنطقة إيه الأشعة تحت الحمراء؟ دي غلط، دي غلط. يبقى منطقة إيه أشعة تحت حمراء، دي صح، دي صح. طيب المنطقة B الأشعة دي طبعا B دي هتبقى الأشعة الإيه؟ السينية، يبقى واليابانية. الإجابة بتاعتك هتبقى إيه؟ ما تهزرش معايا عشان أنا إيه؟ أنا بتعالج، أنا بتعالج. عشان أنا أصلا جادد. خلاص؟ يبقى الإجابة بتاعتك إيه يا باشا؟ خلاص إحنا قلنا مين؟ دال، صح؟ دال. عندما ينتقل الإشعاع الشمسي، هتدوس بقى، عندما مش عارف أنت بتخانق مع دبان وشه. عندما ينتقل إشعاع الشمس من الفضاء إلى الغلاف الجوي للأرض، فإنه ينتقل إشعاع الشمس من الفضاء إلى الغلاف الجوي، تمام، يصل كاملا إلى سطح الأرض؟ أكيد لا. يشتت تماما؟ برضو أكيد لا. يصل معظمه؟ دي تنفع. يمتص تماما؟ لا، هو يصل معظمه إلى سطح الأرض. حلو. طيب أي من الأشكال البيانية الأتية يمثل مدى الإشعاع الشمسي عند مستوى سطح البحر؟ عند مستوى سطح البحر ما بين 400 ل 700. خلاص، من 400 ل 700 في رينج 500 ماشي، هو ده الوحيد اللي ينفع اصلا، طول الموج الوحيد. يبقى ده يا ده، دي غلط دي غلط، والرسمه اصلا المفروض تبقى يعني واخده كيرفي اكتر من كده كمان. يبقى الاجابه الصح بتاعتك مين؟ جيم. ما الاسماك التي يمكن ان توجد في المحيط الاطلسي عند خط الاستواء؟ عند خط الاستواء اللي بتعيش في الدنيا حر باراكودا وتونه، الباراكودا والتونه، لكن اللي بتعيش في الدنيا الساقعه سمكه الايه؟ القد. خلاص، يبقى الباراكودا والتونه. يبقى الاجابه الصح بتاعتك باراكودا وتونه. يلا يا باشا. اذا علمت ان اسماك البراكودا واسماك القد لا يمكنهما التواجد في المحيط عند نفس خط العرض، وذلك لان كل نوع منهما، طبعا قلت لك ان سمك البراكودا، سمك القد ده يا باشا بيعيش في القطب، سمك البراكودا ده بيعيش فين؟ بيعيش عند خط الاستواء. ليه؟ اختلاف درجه الحراره، اهو كل واحد بيتكيف مع درجه حراره معينه. في اي مواسم المناخات التاليه يزداد معدل انخفاض اعداد الكائنات البحريه في المناطق القطبيه؟ طيب مناطق قطبية يعني الدنيا تلج، هينخفض يبقى في أنهي فصل؟ لما الدنيا تبقى تلج موت، يبقى فصل مين؟ فصل الشتاء. يبقى الإجابة بتاعتك فصل إيه؟ الشتاء. تمام. شكل المقابل يوضح مكبسين إن وإم. حلو. قابلان للحركة، يغلق المكبس إم إناء به كمية من سائل، ويغلق المكبس إم وإن ماشي إن إناء به كمية من غاز. إذا وضعت كتلة 5 كيلو جرام فوق كل من المكبسين، المكبسين يتحرك لأسفل، المكبس اللي هيتحرك لأسفل الغاز، الغاز ممكن يتضغط، يبقى مين اللي بيكبس الغاز؟ إن، يبقى الإجابة إن، مكبس إن. خلاص؟ الإجابة بتاعتك إيه؟ ب. حبيبي لو زعلان. اشرب على قد ما تشرب. حبيبي لو مقموس اشرب ايسوس. خش يا باشا بقى السؤال اللي بعده. اي مما يلي لا يؤثر على ضغط سائل عند نقطه في باطنه؟ طبعا عند نقطه في الباطن هنتاثر بدرجه الحراره، هنتاثر بالعمق، تمام.
نوع السائل هيأثر علينا، لكن مساحة سطح السائل دي ملهاش ايه علاقة. في اي اتجاه يؤثر الضغط على جسم موضوع في سائل، قلت لك ده بيأثر في جميع الاتجاهات، وكنت اترسمت واحد في المية كده لو فاكر، بيأثر في جميع الاتجاهات. ده كلام مهم جدا. انزل يا باشا على السؤال اللي بعده. شكل مقابل يوضح سائل ساكن متجانس في انابيب متصلة مختلفة. تمام. طبعا ان كلهم هيتساوي في الضغط لان كلهم عند نفس المستوى الافقي، يبقى الضغط بتاعهم كلهم متساوي، يبقى الاجابه بتاعتك مين؟ جيم. ايمن الاشكال البيانيه يعبر عن الشكل بين الضغط بي وعلى نفس العمق في باطن سائل مختلفه غير مرونه، والكثافه كل ما الكثافه تزيد اللي بيحصل الضغط بيزيد، يعني علاقه ايه؟ طرديه، عشان الضغط بيساوي رو جي اتش، كثافه في عجله الجاذبيه في ارتفاع عمود الماء، يبقى الاجابه بتاعتك الصح هتبقى جيم. خش يا باشا على السؤال اللي بعده. تعيش الكائنات التي بنيتها الجسدية أقل قوة مقارنة بالكائنات الأخرى غالبا. طيب البنيتها الجسدية أقل قوة تعيش ناحية مين؟ المياه السطحية، يبقى الإجابة بتاعتك مياه إيه؟ سطحية. تميز الكائنات التي تعيش في الأعماق السحيقة في المحيط بعدم وجود مثانة هوائية، مين اللي ما عندوش مثانة هوائية؟ سمك الراي، الإجابة جيم برضو. طيب شكل مقابل واضح سمكة بولتي أثناء سباحتها من النقطة إكس لنقطة واي، واضح إن واي أكثر عمقا، ادي سطح المايه اهو، انت كده نازله في الاعماق، فانت يا باشا الضغط الواقع عليها ايه اللي هيحصل له؟ هيزداد. خلاص. طيب طالما الضغط هيقع عليها فمثلا هي ايه اللي هيحصل لها؟ تضغط، فحجمها ايه اللي هيحصل له؟ هيقل، يبقى الاجابه الصح بتاعتك هتبقى جيم. خش يا باشا على السؤال اللي بعده. ما الاسماك التي تميز بامتلاك هيكل عظمي بوري وبولتي؟ الراي والقرش ده هيكل غضروفي. اي مما يلي صحيح بالنسبه لسمكه الراي؟ سمكه الراي مش عندها هيكل عظمي، لا ده عندها هيكل غضروفي. يحتوي جسمها على مثانه هوائيه؟ برضه لا، ما عندهاش مثانه هوائيه. يحتوي جسمها على هيكل غضروفي مرن وخفيف؟ صح. تتواجد غالبا في الطبقه السطحيه من الماء؟ لا، ده بتبقى موجوده في اعماق المحيط. يبقى الاجابه الصح بتاعتك هتبقى جيم. خش يا باشا على السؤال اللي بعده. تعتبر نقط مقياس متوسط طاقة حركة الجزيئات ويستدل منها على حالة الجسم من حيث البرودة أو السخونة، أنت هتعتبر مين الكلام ده؟ طبعًا إيه؟ متوسط طاقة حركة الجزيئات ويستدل منها على حالة الجسم من حيث البرودة والسخونة هي درجة الحرارة. هي مين يا معلم؟ درجة الحرارة. مستر فادي ركز معايا عشان انت مش عارف الفرق ما بين درجة الحرارة وكمية الحرارة. كمية الحرارة دي طاقة منطلقة، لكن وصف كمي لدرجة الحرارة. ماشي. اذا رفعت درجة حرارة جسم بمقدار الضعف فان الحرارة النوعية، ها مستر فادي سؤال جيل المرة المتين، درجة الحرارة بتأثر على الحرارة النوعية؟ لا. يبقى الحرارة النوعية تتأثر؟ لا، يبقى لا تتأثر. ده له اي مما يمثل الوحدة التي تقاس بها الحرارة النوعية؟ الحرارة النوعية بتتقاس ازاي يا مستر فادي؟ ها سؤال سهل، جول على كيلو جرام في كلفن. يبقى الاجابه ب. عند حدوث تلامس بين جسمين فان الحراره تنتقل من الجسم الاعلى للجسم الاقل، ده مفهوم مين؟ كميه الحراره، لسه قايلينه حالا. خلاص. في حاجه صعبه اللي بعده. ماذا مثل عامل س في الشكل المقابل؟ اهو س ده اختلاف في مين؟ كميه الحراره. سهله عشان تقاس بالجول. السؤال اللي بعده. شكل مقابل مصر احد الظواهر الناشئه عن ارتفاع الحراره النوعيه، ده نسيم البحر. ماشي. ادرسه لما اجيب. اي مماثل عن شكل مقابل؟ واحد هواء بارد اعلى كثافه، واحد هواء اصلا ساخن واقل كثافه، فغلط. اتنين هواء بارد اعلى كثافه، فدي برده كمان غلط. يسمى الهواء في الاتجاه واحد نسيم البحر؟ لا، ده في الاتجاه اتنين. يسمى الهواء في الاتجاه اتنين نسيم البحر؟ ايوه، هي دي الجمله اللي انا عايزها. اي مماثل عن سبب ارتفاع الحراره النوعيه للماء؟ المايه ليها حرارتها النوعيه عاليه بسبب وجود رابط ايه؟ هيدروجينيه، يبقى الاجابه بتاعتك مين؟ دال. لمعرفه التغير في درجه حراره الماده نتيجه اكتسابها، قدر معين من الطاقه الحراريه يتوفر لدينا البيانات. انت عايز كميه التغير، كميه الحراره هتساوي ام في سي في دلتا تي. محتاج الكتله، صح. محتاج حجم الماده في حاجه؟ لا. محتاج الحرارة النوعية؟ يبقى انا محتاج واحد وتلاتة، يبقى انا عايز واحد وتلاتة. اهي السؤال اللي بعده.
عند وضع كتلتين مختلفتين من الماء فوق مصدر حراري، وكانت درجة الحرارة الابتدائية متساوية في كلاهما، وتم تعريضها للحرارة نفس الفترة الزمنية، أي مما يلي يمكن استنتاجه عند قياس درجات الحرارة بعد نفس الفترة الزمنية. طيب طبعا كمية الحرارة هتلاقيها بتتناسب مع تغير في الكتلة، كمية الحرارة بتتناسب طرديا على التغير في الكتلة، اهو كمية الحرارة والتغير في الكتلة علاقة ايه؟ طردية. خلاص خش على السؤال اللي بعده. هما كام سؤال يا مستر فادي؟ الاحصاء قد دي اخر ورقة صح؟ اوه يي اخر ورقة. يتميز المناخ بالقرب من مسطحات المياه الكبيرة بيعتها خلال فصل الصيف نهارا، ليه؟ بسبب نسيم البحر. يبقى اي نسيم بحر صح، نسيم بر غلط، نسيم بر غلط. طيب يسخن الهواء فوق اليابس صح، يزداد حجمه ويقل كثافته صح، ويرتفع على الجملة دي صح. يسخن الهواء فوق اليابس صح، يقل حجمه لا، هو يقل كثافته، ويزداد حجمه يقل كثافته ويرتفع على، يعني كلمة يقل حجمه دي كده غلط. فالإجابة الصح بتاعتك مين؟ ألف. يتألف الطيف الكهرومغناطيسي من أمواج تختلف عن بعضها في الطول الموجي والتردد، بينما الضوء المرئي يتألف من عدة ألوان صح، عدة من الألوان. تمام. أقلها طول موجي هو الأحمر، لا ده أكبرها طول موجي فده غلط. أكبرها تردد الأحمر، لا ده أكبرها طول موجي وأقلها تردد فغلط. أقلها طول موجي هو الأزرق، لا هو أقلها طول موجي هو البنفسجي، أزرق نيلي بنفسجي فده كمان غلط. أكبرها تردد هو البنفسجي، فعلا أقلها طول موجي وأكبرها تردد هو مين؟ البنفسجي. يبقى دي الجملة الصح، يبقى الإجابة بتاعتك مين؟ د. السؤال اللي بعده. تعتمد كمية الإشعاع الشمس التي تصل إلى جسم ما على سطح الأرض على عدة عوامل، منها كل مما يأتي ما عدا، عايز جملة غلط. بتعتمد على المسافة صح، تعتمد على موقع الجسم الجغرافي صح، تعتمد على كمية السحب الغطاء السحابي، لكن ما بتعتمدش على نوع الإشعاع. نوع الإشعاع مباشر أو غير مباشر ده مش بيأثر معانا في كمية الإشعاع اللي وصل. عند سقوط ضوء الشمس على سطح مياه البحار والمحيطات، أنا حرفيا خلاص، إحنا الساعة كام؟ إحنا بنصور من الساعة كم؟ 3-4، الساعة دلوقتي بقت 7 الصبح، الساعة 7:30. عند سقوط ضوء الشمس على سطح مياه البحار والمحيطات فإنه قد يحدث لها كل من الآتي ما عدا ارتداد جزء منها إلى الغلاف الجوي، امتصاص جزء منه بواسطة النبات، اختراق جزء كبير منه للأعماق. كلمة ما عدا دي اختراق جزء كبير منه للأعماق ازاي بس؟ يعني أكيد غلط. يبقى الإجابة الغلط بتاعتك اللي هي الصح يعني تبقى جيم. خلاص خش يا باشا على السؤال اللي بعده. هنكت، انا عايز اسيب لهم الخمس اسئله دول، مش عايز اجاوبهم، تعبت، فقدت الشغف. تعتمد القوة الضاغطة في جسم باطن سائل ساكن على كل مما ياتي، طبعا رو الضغط هيساوي رو جي اتش، فيعتمد على الكثافه صح، هيعتمد على عمق صح عشان الاتش، هيعتمد على حجم السائل. هل هيعتمد على حجم السائل؟ حجم السائل ازاي؟ اللي بقى يعتمد على حجم السائل. انت متاكد من الرقم ده يا مستر فادي؟ الضغط الذي يؤثر به سائل عند عمق 2.5 يساوي، انت متاكد من الرقم ده؟ 7,075,000 تاريخ السويد اكيد دي بوينت يعني صح؟ اتوقع يعني مش عارف كنت شفت الفار. نرجع للفار، نرجع للفار ونشوف الرقم ده. ظهر الحق وظهر الباطل، ورجعنا للفار ولقينا ان مش ده الرقم الغلط. الرقم الغلط هنا ان ده طبعا 5 متر. الرقم ده فعلا ضغط عالي كبير، عادي جميل زي الفل. طيب انت هتجيب ايه؟ انت عايز تجيب الكثافة. فانت عارف ان انا قلت والله في حاجة غلط، ده لازم يبقى 5 متر. ليه بقى يا باشا؟ عشان الضغط هيساوي رو في جي في اتش. تمام، انت عايز الكثافه، فانت هتقول ان الكثافه بتساوي بي على جي في اتش. طيب البي دي بكام؟ لو مديها لك 7,5,0,3,6 على فين الجي؟ جي عجله الجاذبيه 10 معروفه محفوظه في 5. هات يا باشا الاله، اعطيني الاله الحاسبه 7,5,0,3,6 على عشرة في 5 او 1572. الله ينور عليك يا دكتور. ظهر الحق الحمد لله مستر فادي، الحمد لله الحمد لله والحمد لله.
الحمد لله. اذا وجد جسم تحت سطح ماء على عمق 200 سيكون الضغط الذي يؤثر ماء على جسم حوالي قد ايه؟ هو على عمق 200 طب ال 100 بيبقى 10 امثال يبقى ال 200 ال 100 10 امثال يبقى ال 200 عشان مثلا الحلاوه دي. يعمل كل من نقط ونقط على منح الكائنات البحريه مرونه لتحمل تاثير الضغط الواقع عليها. طبعا البروتينات الدهنيه دي محتاجينها والهيكل الغضروفي. طب ليه يا دكتور ما خدتش الهيكل العظمي؟ الهيكل العظمي ده ما بيديش مرونه، ده بيدي صلابه. خش يا باشا على السؤالين اللي بعديهم. صنف سمك الراي من الكائنات، ده اللي بيعيش في الاعماق الاماكن السحيقه. خلاص متوسطه دي غلط. طيب تتكيف مع الضغط المائي عن طريق مين؟ هو عنده مثانه بس المثانه بتاعته بيبقى فيها غاز ولا سوائل؟ لا سوائل، وبيبقى عنده هيكل غضروفي. فالاجابه الصح بتاعتك هتبقى ب. تم تشريح عدد الاسماك ووجد داخلها مثانه تحتوي على سوائل فانه يمكنها ان تتواجد على عمق، اكيد على عمق كبير جدا، 2300 متر. وبكده يا باشا نكون اهو تم بحمد الله. الله يا كده يا باشا نكون خلصنا خلصنا مراجعه الاسئله. عزيزي لا تنسى الفولو والمتابعه والاشتراك، ولا تنسى تفعيل زر الجرس والسبسكرايب. بيقولوا ايه تاني؟ واللايك، لايكك الجميل، فنجانك القهوه اللطيف. وعيد الفيديو 200 مره، اقابلكم في السنتر، هتوحشوني. مع السلامه. كان معاكم دكتور كولوسيوسري، بايولوجي تيتشر. باي.